السلام عليكم ومساء الخير عليكم، أهلا بكم في اليوم الخامس من برنامج منك التدريبي. يعني نتمنى إنه يكون يعني يكون مستمتعين بالبرنامج ومستفيدين منه في الأيام الفاتحة دي كلها. إن شاء الله هيكون الأيام الجاية برضو سيشن كثيرة مفيدة. الليلة السيشن هتكون عن إدارة المشاريع، هتكون مع أستاذ أيمن المصباح. أستاذ أيمن هو إداري متمرس ذو خبرة واسعة في مجالات إدارة التسويق والمبيعات، إدارة العمليات وتطوير الأعمال، وهو انضم لمجموعة دالة الرائدة معروفة في السودان ضمن برنامج تطوير الخريجين، وشغل خلال عقد من زمان العديد من المناصب التنفيذية والقيادية في الشركة، وحاليا هو المدير العام لواحدة من الشركات المجموعة، هي شركة سيجا ترانس متخصصة في مجال النقل. وأستاذ أيمن حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة السودان، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاتوليكا دي ميلان بإيطاليا، وهو حاصل كمان على شهادة زمالة إدارة المشاريع على البي إم بي ومجموعة من الشهادات المهنية الأخرى، وهو مدير مشاريع معتمد وعضو سابق في معهد إدارة المشاريع الأمريكي بي إم آي، وأحد مؤسسي الجمعية السودانية لإدارة المشاريع. أستاذ أيمن مهتم بمجال ريادة الأعمال، وأحد الرواد الذين عملوا في تطوير بيئة ريادة الأعمال في السودان عبر مجموعة من المبادرات والمساهمات في منصات مختلفة، ومساهمات أثرت وساهمت في رفع الوعي بريادة الأعمال بشكل كبير. فنرحب الليلة بالأستاذ أيمن وبالفريق. طيب، السلام عليكم. مساء الخير. سعيد جدا بأني أكون معكم الليلة بعد انقطاع، يعني يمكن انقطعنا فترة طويلة من المجال بتاع التطوير المجتمعي والشغل بتاع الورش والسيشنز والسبيكينج نسبة لظروف الحرب. طبعا أنا شايف في بعض الناس المعلقين إنه الصوت ضعيف، ما سامعين شيء. فهل صوتي حاليا واضح ولا الحاجة دي بالنسبة لصوت إحسان قبل شوية؟ يا ريت بس لو توروني أواصل ولا أعمل حاجة. تمام. كويس، تمام. فزي ما قلت لكم، الواحد حقيقة سعيد إنه طلعنا من الدوشة بتاعت الحرب وبتاعت الأخبار النيجاتيف، لأنه الناس ترجع تاني أو تفكر في إنه كيف تطور السودان وتطور إنسان السودان، وكيف نقدر نقدم حاجة ولو بسيطة على أساس إنه نساعد الناس في الظروف الصعبة دي، إنه شوية يتلمسوا الطريق ويلقوا يعني يقدروا يمشوا لقدام أو يمشوا خطوة لقدام في المسار بتاع التطوير المهني والتطوير الأكاديمي. طيب، أنا هبدأ هعمل بعد إذن إحسان هعمل سكرين شير وروني لما الشاشة تكون ظاهرة عندكم. يا ريت إحسان، أنا ما هكون قادر أشوف الشات لأنه هعمل فول سكرين هنا عندي، فلو في أي ملاحظات ولا حاجة يا ريت تنبهيني. اوكي تمام واضحة. طيب، هل ظهر عليكم السكرين فول سكرين؟ ايوه هقفل فول سكرين. الفيديو. تمام، خلوني أقفل الفيديو برضو عشان ما يتكل لنا طيب، أنا تاني بعمل شير سكرين، وروني لما تكون ظاهرة عندكم. واضحة. واضحة، أوكي، تمام. طيب، بالنسبة للسيشن بتاعتنا الليلة، إن شاء الله أتمنى إنها تكون سيشن خفيفة ولذيذة ومفيدة عليكم كلكم. داير تو سيت سام جراوند رولز قبل ما نبدأ على أساس إنه نقدر نمشي بصورة كويسة، فيا ريت لو في أي ملاحظات أو كده أو أسئلة أو مداخلات ممكن تنزل في الشات طوالي، وإحسان ممكن تثبتني وتنبهني بأنه في حاجة أو تخطرني بأنه في أي معلومات. عرفت من إحسان ومن الناس اللي قايمين على البرنامج إنه حكاية المداخلات الصوتية مرات بتجوط السيشن نسبة لمشاكل كثيرة، يعني مشاكل مرتبطة بالحاجات بتاعت الاي دي والاجهزة، والمايك شغال المايك ما شغال، بالاضافة لانه برضه بتاخد زمن كثير. ففضلنا في السيشن دي انه المداخلات كلها تكون عن طريق الكتابة،
فأنا هكون available للرد على أي استفسارات أو أي مداخلات في أي وقت، بس يا ريت أستاذ إحسان تنبهني. السيشن دي هتكون مقسومة لـ3 parts. البارت الأول هيتكلم عن المجال بتاع إدارة المشاريع وسوق العمل في إدارة المشاريع والشهادات اللي ممكن الناس تحصلوا عليها. البارت الثاني هيتكلم عن إدارة المشاريع، هنخش شوية في إدارة المشاريع، نشرح بعض المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع. والبارت الثالث هيكون شوية بتاعت examples أو case studies من واقع خبرتي العملية ومن الواقع، يعني عشان الكلام ما يكون كلام أكاديمي أو كلام إنشائي ساي، ونقدر نربط الأكاديمية أو النظرية بالممارسة. بعد ما أنا صراحة لعبت في الفلو شوية، يعني بعد ما بديت إنه بديت بالإنترودكشن للبروجكت مانجمنت وكلام عن البروجكت مانجمنت، بعدين مشيت للكارير، تاني جيت امبارح غيرت في الفلو بتاع البرزنتيشن، لأنه حسيت إنه أنا يعني محتاجين نبدأ بالمسج الأساسية في ظروف زي دي، اللي هي واتس إن إت فور مي، أو بالنسبة للناس كلهم الليلة حاضرين السيشن، إنه المجال ده إذا دخلوه هيستفيدوا شنو من ناحية مادية، شنو هي فرص العمل، ودي الرسالة الأساسية اللي بتخلي الزول بعدك انترستد في الخطوة اللي بعدها أو المعلومة اللي بعدها، اللي هي حكاية التفاصيل بعدها بتاعت إدارة المشاريع والمفاهيم وكده. فأنا فضلت إنه أبدأ بالقروش زي ما قالوا، الكاش بيغلي النقاش، أوضح للناس شكل سوق العمل كيف، شكل المهارات المطلوبة، شكل كده، فالناس من البداية تحس بالإمباكت أو بالأتراكتيفنس بتاعت المجال، ومنها بعدها الناس ممكن تمشي تتبحر فيه شوية. وطبعا بيكون لسه في مساحة، يعني احنا مهما غطينا الليلة في السيشن ما هنقدر نغطي كل المفاهيم، فأنا will touch briefly بس على مفاهيم أساسية، وبعد ذاك يعني بيكون لكم مطلق الحرية إنه تمشوا تقروا زيادة عن الموضوع أو تطلعوا زيادة. طيب بالنسبة للإنترودكشن، إحسان كفت ووفت فما هناخد فيها زمن كثير، I will go ahead طوالي. طيب نتكلم عن الكارير بروسبكتس بالنسبة للحكاية بتاعت إدارة المشاريع. أبدأ لكم بشوية بتاعت إحصائيات مرتبطة بإدارة المشاريع، وهي بتورينا إنه ليه البروجكت مانجمنت نيدد بصورة عامة في المؤسسات الخاصة، في المؤسسات الحكومية، في أي مجال حقيقة. الإحصائية الأولى هي إحصائية مخيفة لو الناس عانت لها، اللي بتقول إنه 70% من كل المشاريع حول العالم بتفشل. ودي إحصائية عملوها عملها البي ام اي، اللي هو البروجكت مانجمنت انستيتيوت، معهد إدارة المشاريع. هو جهة منظمة أمريكية، وهي بتعتبر المرجعية الأولى في المجال بتاع إدارة المشاريع. وفي برضو إحصائيات كثيرة لو فتشت أونلاين بتلقوها، فبتدي يعني زي برود سينس إنه فعليا الأرقام دي يعني ما هتكون بعيدة، حتى لو لقيت إحصائيات من مصادر تانية هتلقوا الأرقام متغاربة. فالحاجة الأولى زي ما قلنا إنه 70% من جلوبال بروجكت مانجمنت بيحصل لها فيلير كل المشاريع، وبتحصل لأسباب كثيرة. لو عينا في الشارت اللي باليمين هنلقى في مجموعة من الأسباب. السبب الأول اللي هو الحكاية بتاعت البور ريكوايرمنت ديفينيشن، إنه ما بكون في هدف واضح أو متطلبات واضحة للمشروع، الناس بس يعني they jump into work immediately من غير ما يقعدوا في النقطة دي زي ما بيقولوا، يقعدوا يفكروا ويعرفوا إنه هل فعلا في حوجة للمشروع، وإذا في حوجة للمشروع هل فعلا المشروع ده بيخاطب الريكوايرمنتس أو المتطلبات بتاعت العميل الكلاينت الطلب المشروع ده. إذا أي معناه المشروع فعلا مفروض يتم، وإذا لا معناه الناس مفروض يا إما تكنسل المشروع أو تفكر في إنه كيف تقدر تخاطب المتطلبات بتاعت العميل بصورة أفضل. 17% طبعا هي مربوطة بالريسك مانجمنت، إنه إحنا قاعدين في بيئة بقت فيري دايناميك وفيري فولاتايل ومتغيرة جدا جدا جدا، خصوصا بيئة العمل في السودان. يعني إحنا في وضع خبرتنا في السودان، أنا يمكن هسي مما تخرجت لحد هسي اولموست 10 أو 11 سنة، ما في سنة زي السنة اللي قبلها يعني. والسودان ده طبعه براو وحاجته براو، يعني كمان قانونه براو وتفاصيله براو، يعني كمية التضخم اللي شفناها في السودان، كمية المتغيرات اللي شفناها، كمية الثورات والحروب والحاجات اللي احنا شفناها، حقيقة صعبة جدا جدا يعني.
فبتلقى انه البيئه متغيره، فبالتالي لو ما حصل بروبر ريسك مانجمنت، الناس ادارت المخاطر بصوره كويسه، ده بيؤدي لفشل المشروع. ف17% عالميا، لكن لو جينا مسكنا احصائيه في السودان، طبعا السودان واحده من الدول للاسف الشديد اللي فيها مشكله او فقر بتاع داتا او شح بتاع دراسات. حقيقه ما في دراسات، ما في معاهد او ما في مؤسسات بتطلع بالموضوع بتاع الدراسات في المجالات المختلفة. يعني لو مشينا مثلا في أمريكا، مشينا في الخليج، بنلقى في مجموعة من المؤسسات اللي هي غرضها الأساسي إنه تعمل دراسات وتبيع الدراسات دي، اللي هي بيعتبروها اندستري، بيقولوا عليها اندستري ريبورتس، بتتكلم عن واقع الاندستري المعين، وبتتباع الدراسات دي بقروش للناس الراغبين، يعني المؤسسات أو الأشخاص الراغبين، والناس بيمشوا بيشتروا الدراسات دي بقروش عشان بناء عليها يا يعملوا عليها مشاريع، يا يعملوا عليها منتجات يا كده. ففي السودان عندنا مشكله حقيقيه في الحكايه دي، ودي واحده كانت من الاسباب اللي خلتنا نفكر انه ناسس الجمعيه السودانيه لاداره المشاريع، اس بي سودانيز بروجكت مانجمنت اسوسيشن. الفكره كانت انه احنا دايرين نعمل بودي يهتم باداره المشاريع، يطور المجال بتاع إدارة المشاريع، يرفد المؤسسات بتاعة القطاع الخاص والعام بالكفاءات في مجال إدارة المشاريع، والأهم من كده إنه يعمل دراسات برضو مرتبطة بالواقع بتاع إدارة المشاريع في السودان. بدينا بدايات متعثرة طبعا نسبة زي ما قلت التحديات المعلومة للجميع في السودان، لكن شوية بعد الحرب الناس تاني استجمعت قوة والحركة ابتدت. فأنا بدعوكم برضو كلكم إنه تشوفوا الصفحة بتاعت الجمعية السودانية لإدارة المشاريع، ولو لقيتوا حاجة بالنسبة لكم interesting ولا كده ممكن تشاركوا فيها. طيب باقي الإحصائيات نعدي عليها سريع. 11% من الريسورسز أو من الموارد بيتم إهدارها نسبة لسوء إدارة المشاريع أو سوء عمليات إدارة المشاريع. تخيل إنه أنت لو عندك مشروع مثلا بمليون دولار، الإحصائية دي بتقول إنه في 100,000 دولار من المليون دولار دي دائما بتروح ساي نسبة، لأنه والله ما بيحصل إدارة مثلى للمشروع. 23% من الأورجنايزيشنز بتستخدم من المؤسسات بتستخدم برمجيات أو السوفت ويرز بتاعت إدارة المشاريع، ودي رقم ما بطال لكن تحت التوقعات بالنسبة للمرحلة اللي وصل لها العالم هسي. احنا بنتكلم عن التكنولوجي بقت هي خاشه في كل حاجه، وهي اللي بنتكلم عن مفاهيم متقدمه زي الارتفيشال انتليجنس، الاي اي، بنتكلم عن الانترنت اوف ثينجز، بنتكلم عن حاجات كثيره، بنتكلم عن الديجيتال ايكونومي. فكونه انه 23% من المؤسسات فقط بتستخدم برامج اداره مشاريع بوريك انه القطاع ده لسه في مساحه فيه، او لسه في عدم اويرنس بالتولز دي، او عدم adaptation او adaptability people are not adopting tools دي. لكن بالمقابل بتقول الاحصائيات برضو انه 77% من ال high performing projects بتستخدم المشاريع. فده بيديك indication انه وجود software في المشروع بيزيد من نسبة نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه. فبرضو الناس تركز دائما في التكنولوجيا، التكنولوجيا بتسهل كثير على الناس وبتخلي حياتنا أسهل لو عرفنا نستخدمها بالطريقة الصح. 61% من المؤسسات بتقدم project management training لمنسوبيها، ودي حقيقة. وحتى في السودان يعني بتذكر شركة دال من ضمن شركات كثيرة جدا جدا كان بتقدم تدريب دوري في إدارة المشاريع للموظفين. في فترة من الفترات حصل adoption لستاندرد تعديل بتاع project management، وهجيكم ليه قدام في الأمثلة، اللي هو بقى عندنا ستاندرد بتاع دال جروب، ستاندرد اوف project management. فالشركة كلها كان عندها ستاندرد معين، الستاندرد ده كان يعني المبادرة بتاعت الستاندرد دي قادتها جهة في الشركة دال اسمها البي ام او، project management office، اللي هي project management office ده دائما بيكون مش مكتب او قسم جوا الشركات. طبعا الشركات المتقدمه اداريا او اللي بتفكر بالليتست ways of thinking او management practices بتاسس البي ام او. البي ام او بيكون الغرض منه كم حاجه. الحاجه الاولى اداره المشاريع الاستراتيجيه في المؤسسه، فهو بيكون كل البروجكت مانجرز، البروجرام مانجرز، البورتفوليو مانجرز بيكونوا موجودين في البي ام او ده، وهو اللي بيوزع الناس دي على المشاريع.
وقد يكون عنده السلطة برضه بتاعت إنه يوافق هل المشروع ده مثلا يبدأ ولا ما يبدأ، هل يحصل له انيشيشن. البي ام او ده بيضمن إنه الستاندرز أو البروسيسز بتاعت البروجكت مانجمنت بيتم تطبيقها على الوجه الأمثل أكروس البروجكتس اللي بتتم في المؤسسة أو في الشركة. وبرضه بيعمل على تدريب الموظفين على الجوانب المختلفة بتاعت إدارة المشاريع. ودي مرتبطة لو جينا للإحصائية تحت بنلاقي إنه 89% من الأورجنايزيشن هاف أت ليست وان بروجكت مانجمنت أوفيس، اللي هي يعني صحيح أغلب المؤسسات هسه الليلة بتكون فيها مكتب متخصص بتاع إدارة مشاريع. تختلف المسميات، في بعض المؤسسات ممكن يسموه بروجكت مانجمنت أوفيس، المؤسسات اللي بتشتغل باللغة العربية بيقول لك مكتب إدارة المشاريع أو مكتب المشاريع أو المشاريع الاستراتيجية، بغض النظر عن المسمى لكن الغرض بيكون بتاعه يأكل الحاجات اللي أنا قلتها قبل شوية دي. فالإحصائيات دي بتورينا إنه البروجكت مانجمنت نيدد كبراكتس وكمجال وكممارسة، وبالتالي البروجكت مانجرز ار نيدد. نحن عشان نقدر ندير المشاريع ونعمل بروبر بروجكت مانجمنت محتاجين لبروجكت مانجرز كواليفايد عشان يقدروا يشتغلوا الحاجه دي بالصوره الصح وبالستاندرد الصحيح. طيب نتكلم عن احصائيه مرتبطه بالجوب ماركت، ودي برضو اعلن البي ام اي بيتكلم عن انه البي ام اي بيقول انه البروجكت مانجمنت هي واحده من الوظائف او المسارات المهنيه او الوظيفيه المرغوبه جدا. يعني الاستيميشن بتاع البي ام اي بيقول انه في الجلوبال ايكونومي والاقتصاد العالمي لحد 2030 هيحتاج ل 25 مليون وظيفه بتاعت اداره مشاريع بمختلف المراحل والمسميات، من كوردينيتر منسق بتاع مشاريع لحد بورتفوليو مانجرز، اللي هي حقيقه ما اعرف ترجمتها شنو بالعربي، لكن دي اعلى درجه في البروجكت مانجمنت اللي هي البورتفوليو مانجر. طيب بالنسبه للجلف تالنت، انا امبارح او اول امبارح واثناء ما انا شغال في البرزنتيشن ده قمت خشيت على جلف تالنت. جلف تالنت هو واحد من اكبر المواقع بتاعت الوظائف طبعا في الخليج، وبيتم فيه عرض عدد مهول من الوظائف في مختلف المجالات. فأنا برضو بدعو الناس الانترستد أو الراغبين في الحصول على وظيفة إنه يخشوا الموقع ده يطلعوا عليه ويعملوا فيه بروفايل ويقدموا في الوظائف من خلاله، من ضمن طبعا اللينكدين وحاجات كثيرة جدا جدا، لكن تحديدا الجلف تالنت واحد من أشهر المواقع المرتبطة بالخليج تحديدا. فكتبت بروجكت مانجر ده أشوف حاليا متاحة كموظيفة بتاعت مدير مشروع، لقيت 4000 وظيفة متاحة حاليا بالمسمى ده بس بروجكت مانجر، 4000 وظيفة معلنة على جلف تالنت في مختلف دول التعاون الخليجي. طبعا لو مشيت لبروجكت كوردينيتر ممكن الجري تاني 6000، لو مشيت لبروجرام مانجر ممكن الجري تاني 2000، فبتتوقع انه الحكاية دي ممكن تلقى لك 10000 وظيفة متاحة في المجال بتاع إدارة المشاريع. فده بورينا انه مجال إدارة المشاريع هو مجال فعلا ان ديماند ومرغوب في 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 دول كثيرة جدا جدا جدا. بورينا انه في شورتج، يعني في ناس كتار عندهم يعني اشتغلوا إدارة مشاريع. أنا ممكن أقول إنه في ناس كتار جدا حتى عندهم السيرتيفيكيشن، عملوا الشهادة بتاعت البي ام بي، لكن لما تجي للممارسة للأكشوال براكتس ما بيديروا المشاريع بصورة احترافية. فدي بتبقى الفرق بين الثيوري والبراكتس. يعني البراكتس مهم جدا جدا جدا، وقدر ما الزول بقى طبق قدر ما الواحد أخذ زمنه إنه يطبق السيوري وإنه يطبق الستاندر، كل ما كان بيأهل روحه بصورة أفضل من لما يكون بس زول أكاديمي أو زول عنده المعرفة السيورية بتاعت السيوري. طيب دي ريسيرش تاني عملته أو سكان عملته برضو في موقع اسمه كلاس دور، قلت أوريكم المستويات المختلفة. دي أمريكا، كلاس دور ده برضو واحد من أكبر المواقع بتاعت الوظائف في أمريكا وكندا والحتت دي. فبرضو يعني while I was looking online فقمت شفت المقارنة بتاعت المرتبات بالنسبة للمستويات المختلفة بتاعت إدارة المشاريع. فبتبدأ معانا من project intern اللي هو متدرب في إدارة المشاريع، اللي هو ده خبرته بتكون من 0 ل 6 شهور، ده بياخد $15 في الساعة. بعده الليفل اللي بعده coordinator المنسق، اللي هو ده زول خبرته عادة بتكون ما بين 6 شهور لسنة، ده بياخد $58,000 طبعا في السنة، ناس أمريكا وناس كندا والحتات دي.
بيتعاملوا دايما بالانيوال سالري، ما بيتعاملوا بالمونثلي سالري. فلما تلقى 58000 دولار، دي ما المرتب الشهري ولكن الدخل السنوي. بعدها بيجي الاسيستنت بروجكت مانجر اللي هو من سنه لسنتين. البروجكت مانجر بنقول انه من سنتين لاربع سنوات بياخد حوالي 93. بعدها بيجي سينيور بروجكت مانجر اللي هو ده بروجكت مانجر لكن عنده خبره في مشاريع، يا اما خبره من ناحيه عدد السنين او من ناحيه السايز اوف بروجكت اللي اشتغلها او اداره. فده بيكون سينيور بروجكت مانجر. تشوفوا الفرق في الدخل بين البروجكت مانجر اللي ما عنده خبره او خبرته في مشاريع صغيره 93000 دولار، وبين الزول السينيور بروجكت مانجر اللي هو عنده 7 سنة طلعت له اولموست 160000 دولار. بعدين في البروجرام مانجر بتنزل، طبعا في تداخل في المسميات، يعني مرات مثلا في مؤسسات ما بكون في المسمى بتاع بروجرام مانجر وبورتفوليو مانجر، بكون بس مدير مشاريع وسينيور بروجكت مانجر، فبكون اعلى ليفل هو السينيور بروجكت مانجر. فالحاجه دي بتختلف حسب الدوله، حسب المؤسسه، حسب الشركه، حسب كده. وحتى القطاع، مرات القطاع الحكومي عنده مسميات مختلفه تماما، لكن بصوره عامه الجنرال جايد لاينز او البرود جايد لاينز انه المسار المهني لناس اداره المشاريع بيبدا من كوردينيتر، بيطلع لبروجكت مانجر او اسيستنت بروجكت مانجر، بعد ذلك بيمشي للسينيور. السينيور ده ممكن يكون سينيور بروجكت مانجر، ممكن يكون بروجرام مانجر اللي هو ده زول بيكون مسؤول من كم بروجكت مع بعض، وبورتفوليو مانجر ده بيكون زول مسؤول من كم بروجرام مع بعض. فهي الحكايه عامله زي السلم او الهيكل بتاع الجيش، عندك الملازم والملازم اول، او مثلا اللواء والعميد والعقيد، فكل واحد بيكون مسؤول من الرانكس اللي تحته او المؤسسات اللي تحته ماسكين اللاير اللي قلنا. فاكزاكتلي هي هنا بنفس فاهم، نفترض انه مثلا البورتفوليو ده الفريق مثلا هو مسؤول من قطاع معين، او اللواء مثلا مسؤول من اللواء عدد كده، او الفرقه او فريق زي ما قلنا مسؤول من الفرقه كده مشاه، بعد ذلك جوه الفرقه بتلقى في الويه، بعدين في عقده التفاصيل دي. فدي الفكره العامه بتاعت التراتبيه بتاعت الوظائف او المسار المهني في اداره المشاريع. ده بالنسبه للامارات. لو عينتوا ده في مستوى المرتبات برضو عشان الناس تكون عندها فكرة، إذا تكلمنا عن بروجكت مانجر المتوقع 20000 درهم في الشهر. لو عينتوا للشارت اللي على اليمين ده بتلقوا إنه دائما هم ناس جلف تالنت بيخدوا 3 مرتبات. الهاي ده للناس الشاذين الفاهمين المجال، زي ما بيقولوا الناس الحفارين في المجال. الأفريج ده اللي هو عامة الشعب أو الناس اللي ميت النورمال كواليفيكيشنز، وبعد ذاك في اللو ديل الناس اللي هم يا دوبك زول ما عنده خبره كافيه، او عنده خبره في اداره المشاريع لكن ما عنده كواليفيكيشن رسمي في المجال او كده. فدائما هم بخطوا الهاي الافريج، اللي دائما نحن بننصح الناس انه يو وانت تو ايم هاي في اي مجال انت شغال فيه، شغال في اداره المشاريع، شغال في الماركتنج، شغال في الاتش ار، شغال في اي حاجه، دائما خليك من الناس الهاي ايرنرز. ده عشان تصلوا له لازم طبعا تعملوا شهادات، لازم تعملوا خبرات، لازم الاكسبوجر يكون عالي جدا جدا في مجالات، ولازم الزول يركز على انه يعني دائما يكون في حاله بتاعت ليرنينج نيو سكيلز، ليرنينج نيو نوليدج، ليرنينج كده، اساس انه دائما لما يخش في منافسه في اي وظيفه او في اي مجال هو يكون دائما من التوب بتاعين المجال. فالمرتبات على اليمين دي اللي هي للمسميات المرتبطه بالوظيفه. يعني احنا قلنا بروجكت مانجر 20000 درهم في الشهر، لما جينا للسينيور بروجكت مانجر 32000، يعني اولموست 60% زياده ولا 70% زياده على البروجكت مانجر. الدايركتور ده اللي هو قبل قلنا ممكن يكون بورتفوليو مانجر، ممكن يكون بروجرام مانجر على حسب المؤسسه، فبتلقى البروجكت دايركتور 42000 درهم في الشهر. الاسيستم بروجكت مانجر اللي هو زول يا دوب الليفل اللي بعد الكوردينيتر بيكون 13000، البلاننج مانجر بيكون 28000، والكوردينيتر اللي هو اقل زول في الهرم بيكون 6000 درهم في الشهر. فدي دي دي كده انسايتس او جليمس بس عشان توريكم انه المجال، يعني وانتوا خاشين المجال مثلا تتوقعوا شنو من ناحيه بتاعت عدد الوظائف المتوفره، تتوقعوا شنو من ناحية بتاعت مستوى المرتبات كده. يعني فالواحد دائما لما يجي يختار مجال، واحدة من المشاكل عندنا حقيقة في السودان انه ما في الكارير كونسلينج،
وده مجال متوفر في الجامعات المتقدمة دائما في أوروبا، في كل الجامعات اللي هي يعني توب يونيفرسيتيز في العالم. لما الطالب الجامعي يحصل مرحلة التخرج في السنة الأخيرة بيعملوا حاجة اسمها كارير كونسلنج وكارير فيرز، فبيعملوا معارض، بتجي الشركات بتحضر المعارض دي وبتلقط من الطلبة المميزين، وبتعمل انترفيوز اون كامبوس في الجامعة ذاتها، بتاخد الناس اللي هي عايزاهم، بيعملوا لهم للناس كارير كونسلنج، بيوروهم المجالات المختلفة اللي ممكن يخشوها، يقروا المسارات المهنية المختلفة. فدي حقيقة واحدة من الحاجات المفقودة عندنا في السودان. كان في بعض المؤسسات أو بعض المبادرات أو بعض الشركات كانوا بيشتغلوا على الحكايه دي، انه بيعملوا يحاولوا يعملوا كارير فير او يعملوا معرض او يعملوا كارير كونسلنج سيشنز، على اساس انه الناس تقدر مثلا ابتداء من الثانوي انه كيف تختار التخصص الجامعي المناسب لك، وبعد ما تتخرج كيف تختار المسار المهني المناسب لك، لانه انت عندك معضلتين دائما، عندكم معضلتين. المعضله الاولى انه بنطلع من الثانوي ما فاهمين نحن المفروض نعمل شنو، أهلنا دايرين لنا كلنا يا نبقى دكاترة يا نبقى مهندسين، من غير وضع اعتبار لأي فوارق عمرية، فوارق في طريقة التفكير، في طريقة يعني فوارق ذهنية، فوارق يعني في حاجات كثيرة بتأثر على المجال. يعني الليلة كل مجال عنده ناسه، في مجالات معينة دايرة صبر وطولة بال، ما كل الناس عندها صبر، في مجالات دايرة زي ما بيقولوا ناس شفوت، يعني مثلا ناس السيلز المبيعات دائما في المؤسسات، ده زول لازم يكون زول سوق، لو ما بقى زول سوق، لو بقى زول اكاديمي بيتعب في المجال وبيفشل. فكل مجال عنده دقه معينه او عنده ناس معينين او عنده سكيل سيتس، مهارات معينه، كابابيلتيز، بيهيفيرز معينه بتساهم في انه زول بيخش المجال ده ينجح. هي الحاجه دي طبعا ما قران، ما حاجه منزله، فما بقدر اقول انه والله انت لو ما بقيت عندك صبر ما هتنجح في الطب مثلا، ما هتنجح في، لا ممكن تنجح. فالحاجه دي ما هي ما ثابته، لكن الواحد لما يكون عارف نقاط قوته ونقاط ضعفه بيقدر انه ياخذ اختار المجال اللي بيتناسب مع الحاجه دي، على اساس انه يصل لافضل النتائج باقل جهد ممكن. فالحاجه دي ما متوفره، يعني بتلاقينا معضله اختيار المجال، وبعدين من اختيار المجال لما نقرا المجال المعين بتواجهنا معضلة اختيار التخصص، لأن التخصص ده برضو يعني احنا القراية عندنا في السودان للأسف الشديد سيوري وأكاديمية بحتة وتلغين، يعني ما بنعلم أو ما بعلمونا مهارات مهمة زي الكريتيكال ثينكينج، البروبلم سولفينج، دي هي المهارات المهمة جدا جدا في المسار المهني. يعني انا بتذكر كان شركه ماكنزي الكونسلتنسي دي اللي هي اكبر شركه بتاعت استشارات في العالم، عملوا برنامج قريب بتاع فورورد، فالفكره بتاعت فورورد بروجرام ده انه عملوا زي ريسيرش على مستوى العالم في اكبر الشركات في العالم، وسالوهم انه اهم مهارات بتفتكروا مفروض تكون عند الناس في الـ عند الـ يعني عند الموظفين بصفه عامه هي المفروض تكون شنو؟ فكل المهارات كانت هي سوفت سكيلز، ما كانت مهارات مرتبطه بالوظائف تحديدا، لكن كانت سوفت سكيلز، وابرزها كان الكوميونيكيشن، التخاطب او الانتربيرسونال سكيلز، دي دائما واحده من اهم المهارات في سوق العمل بغض النظر عن المجال شنو. البروبلم سولفينج، حل المشاكل، واحده من اهم المهارات السوفت اللي بيحتاج لها زول. وفي الحكاية بتاعت الكريتيكال ثينكينج، كيف تفكر، كيف تحلل المشكلة، كيف يعني تصل لحاجة. والمهارة الرابعة هي الديجيتال سكيلز، انه نحن بقينا زي ما قلنا قبل في اقتصاد رقمي وفي عالم رقمي، فبالتالي الحكاية انه الديجيتال ليترسي، وانه الزول يكون قادر يتعامل مع التكنولوجيا، برضو بقى مطلب اساسي في الحياة اليومية خليك من العمل. فلما عملوا الدراسه لقوا انه دي اكثر اربع مهارات مطلوبه في سوق العمل عالميا، وبالتالي عملوا الفورورد بروجرام ده اللي هو الفكره منه انه تملك الناس المهارات الاربعه دي. كان في باتش هسي قبل شهر ولا شهرين تقريبا بدو، وهو البروجرام مستمر، فبرضه اللي عنده رغبه ممكن يكتب في الفيسبوك او في جوجل ماكنزي فورورد بروجرام، وبتلقوا التفاصيل بتاعته، بتلقوا طريقه التقديم لو عندكم رغبه انه تحضروا. انا بنصح منه اي زول يخش الكورس ده او يخش البروجرام ده، لانه حقيقه بيعلم مهارات ما بتتلاقي في اي حته وما سهله. وبعدين يعني
المنهج بتاعه وضعه شركة ماكنزي اللي هي زي ما قلنا أكبر شركة استشارات في العالم، فهي حاجة ما بتتغير بجروش. طيب نمشي خطوة لقدام، نتكلم على السيرتيفيكيشن فريم ورك بالنسبة للبي ام اي. خلوكم ثانية معي بس معلش. طيب نتكلم عن السيرتيفيكيشن اللي هو البي ام اي، عندهم مجموعة من الشهادات او بعض من نقول عليها من المؤهلات او من الشهادات اللي هي بتناسب مختلف الناس في مختلف المراحل الوظيفية او المهنية، وفي شهادات كمان تخصصية شوية. طيب الفريم ورك ده بتلقوه موجود برضو في الويب سايت بتاع البي ام اي، اللي هو في بالنسبة للناس اللي هم كاتبين لك فروم 0 تو 3 years of experience، وما دين الناس الجداد للمشاريع في المجال، في حاجة اسمها البي ام اي بروجكت مانجمنت ريدي، بتدخلك في طبعا الاساسيات بتاعت المجال. في السيرتيفايد اسوشيت ان بروجكت مانجمنت اللي هي دي الشهادة اللي ممكن يعملها الزول الكوردينيتور، الزول في بداية مسار الوظيفة ممكن يعمل الشهادة دي. في حاجة اسمها اجايل سيرتيفايد براكتيشنر، اجايل سكرام ماستر، اجايل سينيور سكرام ماستر، دي شهادات مرتبطة بالمجال بتاع الاي تي. الاجايل والسكرام دي هي ميثودولوجيز او ابروتشز مرتبطة بال يعني نشأت في البيئة او في المجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت والبيئة دي، فهي الفكرة بتاعتها انه انت تقدر تصل للسوفت وير او للكود في الديفلوبمنت، يعني تصل في اسرع فرصة. يعني زمان بيعملوا شنو؟ بيجي مثلا بياخدوا الريكوايرمنتس بتاعت العميل، لما يكون في مثلا بروجكت بتاع سوفت وير ديفلوبمنت او سيستم وكده، بيقعدوا مع العميل بيفهموا كل الريكوايرمنتس، بيمشوا بيغتسلوا لهم 6 شهور سنه يعملوا السوفت وير ويجوا راجعين عشان يجربوا، يتفاجئوا بانه العميل ما قبله او يتفاجئوا بانه في ريكوايرمنتس طلب العميل ما خش في السيستم او ما تم يعني وضع اعتباره في السيستم، او يتفاجئوا بانه الاند برودكت مثلا ما كان يوزر فريندلي، ما العميل ما قبله ما كده. فمنها ظهرت الاجايل ابروتشز دي اللي هي بتقول لك انه انت بدل ما تشتغل المشروع كله يعني بفيزز كبيره، انت تشتغل في شكل سبرنتس او شكل يعني زي ما بيقولوا حاجات صغيره صغيره، فانت بتشتغل بتمسك ريكوايرمنت واحد بتشتغل بتجيب للزول بروتوتايب بالريكوايرمنت الاولى للعميل، بيقبلها بيراجعها بينقحها بتمشي تاني بتكبر 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 بتكبر. فزي لما تكون بتبني مثلا في عماره، بدل ما تبني العماره كلها وتيجي تقول لزول ها رايك شنو، تتفاجئ منه يقول لك يا والله الحاجه دي ما ظبطت، انت بتشتغل معاه مراحل، فبتشتغل الصبه بتجي بتناديه وبتشوف رايه شنو، بتنتهي من الصبه بتبني ما عارف يعني بتشتغل مثلا التاسيسات بتاعت الكهرباء والسباكه، يعني بتناديه وبتشوف رايه شنو، فبتشتغل مرحله من المرحلة. او تقوم تشتغل مثلا اذا عندك كومباوند، بدل ما تقوي من الكومباوند 100 عماره، اعمل عماره واحده من الالف الى الياء وريها للكاستمر يتاكد انه هو مبسوط بها، بعدين اعمل رول اوت لباقي المباني مثلا او باقي العمارات في الكومباوند. فهي دي الفكره بتاعت الاجايل ميثودولوجي بصوره عامه، انه تصغر تشتغل في شكل سبرنتس، تصغر السايكل، بدل ما انت تجي العميل بعد 6 شهور تعليه كل اسبوعين، وخليك دائما ان كوميونيكيشن مع العميل عشان تفهم الريكوايرمنتس وتتاكد انه هو ماشي معاك في نفس الصوره، يعني ما تتفاجئ بعدين او هو يتفاجئ بانه الحاجه اللي عملت دي ما هو الحاجه اللي هو عايزها. بعدين بنجي للناس اللي هم عندهم شويه بتاعت خبره 3 years of experience، عندكم البي ام بي طبعا بروجكت مانجمنت بروفيشنال اللي هي اكثر واشهر شهاده في المجال ده، واكثر شهاده عليها طلب وبيعملوها الناس، يعني باقي الحاجات البروجرام البورتفوليو اللي بيعملوها الناس اللي بيمشوا في المسار بتاع اداره المشاريع. لكن بروجكت مانجمنت بروفيشنال في ناس ما شغالين في اداره المشاريع او ما واصلوا في المجال بتاع اداره المشاريع كمسار مهني وعملوه اللي هم زي انا. فانا بفتكر انه اداره المشاريع هي ما مجال او مسار مهني بقدر ما انها هي مهاره، يعني مهم جدا انه الزول يكون عارف كيف يدير المشاريع، لانه اداره المشاريع هي جزء من كل وظيفه. يعني انا اشتغلت في فتره بروجكت مانجر وبعدين اشتغلت في وظائف ثانيه او في مجالات ثانيه، لكن اي وظيفه اشتغلتها وكل الوظائف اللي اشتغلتها كانت الى حد ما بتحتوي قدر من البروجكت مانجمنت.
مرات بيكون في مثلا دايرين نبني حاجة جديدة، دايرين ندخل سيستم جديد، دايرين نجيب طريقة جديدة لشغل كده، تطوير continuous improvement. وكل قسم مثلا دايما بيكون عنده مجموعة من البروجكتس، هي البروجكتس دايما بيقسموها الناس ل hard projects و soft projects. الهارد بروجكتس اللي هي زي الحاجات السيفل مثلا، حاجات الكهرباء، حاجات كده، اللي هي البروجكتس اللي عندها حاجه ملموسه، نتيجه ملموسه او برودكت كده انت بتقدر تمسكه بيدك وتلمسه. وفي سوفت بروجكتس دي اللي هي مشاريع دايما بتكون يا اما في شكل سيستمز، يا اما في حاجه بتاعت مثلا بروسيس امبروفمنت، احنا بننتج منتج معين بطريقه معينه، دايرين نغير في الطريقه دي، او دايرين نعدل في المنتج، او دايرين ندخل مثلا سيستم جديد في الشركه. فدي دايما بتكون هي سوفت بروجكتس، وعاده زمانها ما بتكون طويل، ما بتكون فيري كومبليكيتد ما كده، مقارنه بالهارد بروجكتس. فانا بفتكر انه البروجكت مانجمنت هي سكيل اكتر من انها مجال. بعد ذاك الناس اللي بيغرروا انهم يمشوا في المجال ده، في سيرتيفيكيشنز كثيره متاحه لكم، لكن يعني بفتكر انها مهاره مهمه جدا جدا، واي زول بغض النظر عن المجال اللي هو شغال فيه المفروض يكون بيفهم في اداره المشاريع، حتى لو ما مشيتوا في اتجاه انه تعملوها كشهاده او كزماله، ممكن الزول يطلع على الستاندرد او يطلع على الماتيريال، لانه حقيقه يعني بتطور طريقه التفكير بتاعت الزول، بتخليك مور ستراكشرد في طريقه تفكيرك، مور ستراكشرد هاو يو ابروتش البروجكتس. يعني مرات الزول في حياته الشخصيه بيكون في مشاريع، في بروجكت داير يعمل حاجه بغض النظر عن حاجه شنو، داير يعرس مثلا، فالحاجه دي بتخليك انه الترتيبات بتاعت الويدنج دي ده وكل تفاصيل العرس والدوشه والناس العرس وعارفين، ولا اول هسه حاليا في المرحله بتاعت تجهيزات العرس عارفين حاجه دي هكتك لياتو درجه وفيها تفاصيل كثيره، وممكن تروح منك حاجه وتتنسي، تجي العروس بعدين تزعل، ولا يجي العريس بعدين يزعل، ولا يجي النساء يزعلوا، ففي تفاصيل كثيره. فالبروجكت مانجمنت لما الواحد يتعلمها بتخليك تفكر بطريقه ستراكشر، بتخليكم يعني تو ابروتش ثينجز ديفرنتلي، خليكم بتفكروا في كل الاحتمالات. قبل اتكلمنا عن الريسك مانجمنت في البروجكتس، فبتخلي الزول هو ماسك المشروع ده متاكد تماما انه هي ليستد داون او شي ليستد داون كل الحاجات اللي ممكن تحصل ان كان جو رونج تبوظ الحكايه. دي الفكره العامه. بعدها زي ما قلنا في شهادات كثيره، في حاجه اسمها ريسك مانجمنت بروفيشنال، دي شهاده بس في الريسك مانجمنت متخصصه. في سكيدجولينج بروفيشنال، اللي هي دي الحكايه بتاعت الجدوله بتاعت المواعيد بتاعت البروجكت او البيل باكجز بتاعت البروجكت، دي برضه حاجه متخصصه. ففي شهادات كثيره ممكن تطلعوا عليها في الزمن اللي بيناسبكم، لكن الفكره العامه زي ما قلنا انه في النهايه بي ام اي قدم سوليوشنز او قدم شهادات كثيره جدا جدا بتناسب كل الاذواق وجميع المسارات المهنيه او الحاجات المرتبطه بالبروجكت مانجمنت. في نقد بيتقدم دائما للبي ام اي في السنين الاخيره ان هو بقى ماشي مور توردز الحكايه بتاعت الديجيتال او السوفت وير بروجكتس او السوفت وير ديفلوبمنت. لو عينتوا هنا في الشهاده دي هتلقوا في الشهادات دي هتلقوا انه تقريبا 6 ولا 7 شهادات ويمكن اكثر، كلها مرتبطه بالسوفت وير ديفلوبمنت او المجال بتاع الاي تي. لو قريتوا المجلات بتاعت اللي هو الجورنال بتاع البروجكت مانجمنت او بتاعت البي ام اي، هو بيطلع جورنال شهريه او دوريه شهريه، مجله شهريه، بتلقوا انه 70% من المواضيع بقت اي تي ريليتد سبجكتس. فده بوريكم انه المجال بتاع الاي تي ماشي متقدم لاتو درجه، وده بوري انه الكارير او المهاره بتاعت البروجكت مانجمنت مرغوبه تحديدا، وتطبيقات الابلكيشن بتاعها بيكون واسع جدا جدا في مجال الاي تي والمجالات المرتبطه بتقنيه المعلومات او التكنولوجي جنرالي. زمان احنا السودان لما يقول لك مشروع ومدير مشروع مدير مشاريع، طوال بالك بيمشي لناس السيفل، يعني المهندسين، يا اما ناس السيفل كونستراكشن، يا هم الناس اللي بنعرفهم المهندسين، يقول لك ده مدير مشروع او المهندس الماسك مثلا العماره الفلانيه ولا المقاول ولا كده. فدائما كانت مرتبطه بناس السيفل في السودان، ناس الاركتكتشر، يعني كل المهندسين اللي هم بيشتغلوا مشاريع واضحه وحاجه تانجبل. ما كنا متعودين على السوفت بروجكتس او ما بنشوفها في الحياه اليوميه، يعني الا في المؤسسات اللي عندها تخصصين. طيب نمشي خطوة لقدام، في أي سؤال هنا لحد هنا؟ لو في سؤال I'm happy طيب to أيمن answer. Yeah. أيوة
طيب في سؤال كان عن انه المدة اللي بتاخدها الشهادة كم، وممكن برضو انا اضيف من عندي ان الكوست يعني كم بتاعت الشهادة، هو على طيب بيقولوا لنا بي ام بي يعني. البي ام بي، الحاجه دي بتعتمد، يعني حكايه المده الزمنيه دي بتعتمد على الزول وخبرته ومقدراته. يعني مثلا انا ما اديكم من تجربتي الشخصيه، انا مثلا دخلت الكورس، انا اتخرجت 2013، اشتغلت في ده السنتين في الجراجويت بروجرام، 2015 عملت الشهاده، فكان عندي 2 years of experience. طبعا البي ام اي بيكتب في الموقع، واحده من الريكويرمنتس بتاعت الشهاده انه يكون عندك مينيمم 3 years of experience، 3 سنة، لكن ما قاعدين يدققوا في الحكايه دي شديد. وحتى لو دققوا، يعني عاده احنا في السودان عندنا ويز اوت، يعني ممكن تاخد شهاده مثلا من المركز اللي انت عملت عنده الكورس او كده، بانه عندك الخبره المناسبه. لكن انا حقيقه صراحه بنصح بانه زول يعمل الخبره اول، يعني انا بتذكر انه كان معانا في الكورس ناس كتار كانوا خريجين جداد وبدوا يعملوا في الشهاده، ففي الليفل بتاع النقاش في التوبكس المختلفه صراحه بتحس انه الزول مسطح، يعني مرات في المداخلات، في طريقه الاسئله، حتى في تفاصيل الشرح. يعني الدكتور لما يكون بيشرح او الباشمهندس لما يكون بيشرح في المفاهيم المختلفه، يعني بتحس انه الناس اللي عندهم خبره والناس اللي اشتغلوا قادرين يفهموا وقادرين يتابعوا وتفولو اب ويتماشوا مع الموضوع بصوره احسن من الناس اللي ما عندهم خبره، نسبه لانه الحاجات دي بتكون واجهتك في شغلك. يعني زول ما يجي يتكلم لك عن المشاريع ومثلا فشل المشاريع، طوالي لما يكون عندك خبره، او انت لما يكون عندك خبره طوالي هتربط الحاجه دي بالتجارب اللي واجهتكم، المشاريع اللي فشلت في شركتكم او في خبرتكم او في كده، فزول بيقدر بسهوله جدا يفهم ويربط المفاهيم ببعض بسهوله جدا بيقدر. يعني برضو كانوا بيعانوا جدا الناس اللي ما عندهم خبره في انه يقروا الكتاب، وكان عندهم رهبه، نجحوا، يعني في ناس امتحنوا طوالي ونجحوا، لكن حقيقه عانوا. فهي الفكره ما بس انه الزول يكون عنده شهاده او زماله، الفكره هي الفائده، انه الزول يستفيد ويقدر يطبق الحاجه دي في شغله. فانا if you want my advice، احسن الزول يعمل الخبره 3 سنة دي او السنتين، حتى لو ما اشتغلت كمدراء مشاريع، يعني ممكن تكون شغال في اي وظيفه، تواجهك يعني مديرك يجي يطلب منك، والله يا اخي انا دايرك تعمل لي الحاجه الفلانيه او المشروع الفلاني، تشتغله بالطريقه العامه، بعدك هتكتشف، يعني لما تيجي تعمل الشهاده او تاخذ النولج هتكتشف انه والله فعلا اداره المشاريع لما تكون بميثودولوجي صحيحه ولما زول يمشي بستاندرد الوضع بيختلف كده. بالنسبه للكوست صراحه ما مستحضر الكوست، الفتره طالت، لكن هي في الرينج، التفاصيل دي كلها متاحه في الموقع بتاع البي ام اي، يعني لو كتبته في جوجل بي ام اي دوت، او في اللينك فوق بي ام اي دوت اورج او بي ام اي في جوجل، بديكم الويب سايت، بتلقوا فيه كل التفاصيل المرتبطه بالشهادات، مرتبطه بالممبرشيب، مرتبطه بالريكوايرمنتس بتاعت كل شهاده، الماتيريال. فهو يوجوالي زول عنده خيارين، يا اما يعمل ممبرشيب بعدين يقدم للامتحان، يا اما يقدم للامتحان طوالي. طبعا لما تقدم وانت ممبر بتاخد تخفيض، فبالاضافه انه الممبر شيب مدتها سنه بتديك بنفيتس ثانيه، بتفتح لك بورتال بتاع وظائف في البي ام اي ذاته، بيعلنوا عن وظائف، في تريننج بروجرامز مجانيه بتتاح للممبرز خلال السنه، بتجيك المجله بتترسل لكم في البريد، المجله عندكم نسخه شهريه من المجله بتاعت البي ام اي، تصلكم في المكتب او في البريد. فالممبر شيب عندها فوائده، وبعدين نزول بعد ما يقدم للممبر شيب بيقدم للسيرتيفيكت، فالسيرتيفيكت برضه بتتطلب انه تكون عملت كورس في مركز معتمد، يعني خبره 3 سنة مثلا للبي ام بي بالاضافه لكورس من مركز معتمد. نحن كان عملناه زمان مع باشمهندس ابو بكر سامي، اللي هو واحد من يعني اقدم الناس في اداره المشاريع، هو واحد من اعلم الناس بعتبره في المجال بتاع اداره المشاريع. زي ما شاء الله لو مسكنا الصفحه دي هو ممكن يكون 70% من الشهادات دي هو عملها، بالاضافه للشهادات في المؤسسات الثانيه اللي بتقدم برضه شهادات بتاعت اداره مشاريع. طبعا ما البي ام اي ما هو الجهه الوحيده اللي بتقدم، في حاجه اسمها شهاده اسمها البرنس 2
اللي هي دي عاملينها، كان ستاندرد عملوه ناس الحكومة البريطانية برضو لإدارة المشاريع، وبعد فترة عملوه كوميرشال، يعني باعوه لشركة، باعوا حقوق النشر بتاعته لشركة، وبقت الشركة دي هي اللي بتقدم الكورس والامتحان في أنحاء العالم. ففي ناس بيمشوا برنس اللي هي بريطانية، ستاندرد بريطاني، في ناس بيمشوا للبي ام بي ام بي اللي هي ستاندرد أمريكي. عموما البي ام بي مرغوب أكثر في سوق العمل ومفهوم أكثر. لو قريته مثلا في الويب سايت او قريته بصفه عامه وسالته الناس المختصين، في ناس بوجهه نظرهم بيقول لك انه اصلا ما في تعارض بين البي ام بي والبرنس 2، يعني هم مكملات لبعض، فالزول ممكن يعمل البي ام بي ويعمل البرنس 2. في النهايه البي ام بي هي ستاندرد، زمان كانت ستاندرد، وهسي الى حد ما هي يعني برنسبلز، يعني بتوريك انه كيف تدير مشروع عشان توصل لطريقه ناجحه. البرنس ميثودولوجي او ابروتش، يعني حاجه ستراكشر 1 2 3 4 عشان تدير المشروع. البي ام بي ستاندرد بتديك بروسيسز او بتديك تفاصيل عامه كده، بتوريك انه والله لو عملت كده هيحصل كده. دي بيجيكم فيها اللي في البارت الثاني من البرزنتيشن. لكن انا عملت مع باشمهندس ابو بكر سامي، اللي هو زي ما قلنا واحد من الناس المتخصصين في المجال ده، عنده مركز اسمه مايلستون. فانا كان عملت عنده الكورس كان مدته اسبوعين تقريبا، وحجزت طوالي بعد الاسبوعين، بعد اسبوعين للامتحان. طبعا السودان ما كان فيه امتحان للاسف الشديد، ودي المعاناه اللي بنعانيها برضه، كان في موضوع التطوير المهني والوظيفي ده، انه السودان عشان العقوبات فما فيه مراكز بتاعت امتحان. فحجزت امتحان في مصر الزمن ده، جيت القاهره هنا امتحنت ورجعت. ف الفتره الكليه كانت شهر، لكن شهر دي ممكن تكون ريسكي مثلا لزول تاني، يعني ما كل الناس بتنجح، في ناس بينجحوا ممكن يكون عملوها اقل مني في اسبوع، في 10 يوم، في ناس عملوها في 6 شهور، في ناس امتحنوا بعدنا بسنه من دفعتنا اللي قرت معانا الكورس. فهي الحاجه دي بتعتمد، يعني بتعتمد على مقدرات الزول الذهنيه، بتعتمد على خبرات الزول والنولج بتاعته في المجال وكده. فالزول بس يحس انه لما يحس انه جاهز، يعني انا بنصح الناس تعمل الكورس الريليفنت وفي انه دايرين يمتحنوا 200، عشان زي ما قلنا يفهموا البروبر واي اوف بروجكت مانجمنت، يعملوا الخبره في المؤسسات السنتين او ال3 سنة عشان الزول يكون فاهم. بتسهل عليكم كثير في الامتحان، بتسهل عليكم كثير في الكورس اذا قررتوا انه تعملوا الكورس بعد تتموا السنتين او ال3، وبعدين الناس تمتحن وان شاء الله يحصل خير. الرسوم بتاعت الشهاده موجوده في الموقع. اوكي تمام. في سؤالين، واحد بيتكلم عن انه هو زول اصلا عمل بي ام بي، لكن يعني يعمل براكتس كيف، وفي اخر برضه بيتكلم عن انه يعني كل انه نعمل براكتس كيف او ناخذ الخبره العمليه كيف. في سؤال ثاني بيتكلم عن انه زول عامل ماستر بتاع اداره مشاريع وعايز يعمل بي ام بي، ولو برضه اتكلمنا عن انه احسن الماستر ولا الشهاده يعني من ناحية. تمام، طيب انا هبدا بالسؤال الثاني وان شاء الله اتذكر الاول، لو ما تذكرته بتذكرهم له. بالنسبه للمجال، السؤال بتاع المجال المهني فيرسز الاكاديمي او الماستر فيرسز الشهاده، هم طبعا مسارين مختلفات. زي ما قلنا في النهايه النولج هي النولج، يعني النولج دي ممكن تتحصل عليها من خلال ماجستير، ممكن تتحصل عليها من خلال شهاده، والشهادات ذاتها مختلفه، يعني في البي ام بي، في زي ما قلنا البرينز، في حاجات كثيره وخيارات كثيره جدا جدا. فالزول بخيار انه يمشي بياتو ستاندرد ده بتحكم الظروف بتاع التوفر، مدى سهوله توفر الكورسات في الشهاده دي وكده في الحته اللي قاعد فيها الزول، ومدى هي مرغوبه في سوق العمل ولا لا. نحن من واقع مشاهدتنا وتجربتنا زي ما قلت، يعني البي ام بي هي اكثر شهاده مرغوبه، بالتالي الناس بنصح الناس يمشوا عليها. الماجستير والدكتوراه دائما هم مجالات اكاديميه، يعني بينفع الزول الداير يمشي في المجال الاكاديمي، انه يبقى باحث، يبقى دكتور، يبقى محاضر في جامعه. فدي دائما المؤسسات العلميه والمؤسسات الاكاديميه بتركز على المؤهلات الاكاديميه، انه لازم عشان تطلع تدرس ناس البكالوريوس لازم يكون عندك ماجستير، وعشان تقري ناس الماجستير لازم تبقى دكتور يكون عندك الدكتوراه، وعشان وبالاضافه للبحوث والتفاصيل دي. فدائما يعني المجال الاكاديمي هو للزول، او الشهادات الاكاديميه للزول الداير يمشي في المجال الاكاديمي، والشهادات المهنيه هي للزول الداير يمشي في المجال المهني، يعني زول داير يتخصص او داير يشتغل في سوق العمل، في الوظائف، في القطاع الخاص او العام، والشغل بتاع الممارسه
مع الشغل البحثي. وبرضو يعني ميزة الشهادات المهنية انه دائما بتكون يعني بتوصلك للليتست في الاندستري، يعني انت لما الليله تعمل البي ام بي انت بتكون ضامن انه انت عملت قريت اخر حاجه عملها الخوايا. لكن لو قريت الليله مثلا الماجستير ممكن تقراه في جامعه الخرطوم مثلا، اللي هو منهج ممكن يكون اتوضع قبل 10 سنين، قبل 5 سنين، قبل 6 سنين، فممكن ما يكون ابديتد او ما يكون شامل للتفاصيل اللي بتحصل هسه في السوق، في السوق العمل او في الاندستري. لكن البي ام بي والشهادات المهنيه دي طبعا لانها مسؤوله منها جهات متخصصه، فهي عندها الميزه بتاعت انها هي دايما ابديتد وريسنت يعني. في برضه الجانب بتاع نتوركينج مهم، يعني الشهادات الاكاديميه ممكن تعمل لك نتورك في المجال الاكاديمي بالذات المجال بتاع البحوث. الشهادات المهنيه بتعمل لك نتورك في المجال بتاع الوظائف الشركات، يعني لما تعمل مثلا ممبر شيب في البي ام اي انت بيكون عندك اكسس لالاف الممبرز التانيين في البي ام اي، فممكن تكونكت وذ ذم، تصل ل يعني في مختلف المواضيع، يعني ممكن تكتب ارتكل مثلا في البي ام بي ام اي جورنال، ممكن تتواصل مع نتورك، ممكن تحضر كونفرنس، فبتفتح لك افاق بتاعت شبكه مرتبطه بالاندستري دي مهمه جدا. يعني the short answer is it depends on انتوا عاوزين شنو، او انت عاوز شنو، او انت عاوز شنو. اذا عاوزين تمشوا مجال اكاديمي انا بنصح تمشوا في القرايه الاكاديميه، اذا دايرين تتخصصوا او تشتغلوا في سوق العمل الشهادات المهنيه دائما مطلوبه اكثر من الشهادات العلميه، والاهم من ده كله الخبره. يعني ممكن الليله يجيني مدير مشاريع عنده بي ام بي وما عنده خبره او خبرته ضئيله في مجال معين، وممكن يجيني زول ما عنده البي ام بي لكن خبرته كبيره ومتخصصيه في المجال، فانا اخذ الزول الخبره التخصصيه لانه النولج دي ما في نهايه زول بيقدر ياخذها من اي حته. يعني ممكن اخذ الزول اللي ما عنده الشهاده والزمه واقول له خلال مثلا داير خلال السنه الاولى دي تتخصص تمتحن الزماله، اذا ما امتحنتها نحن ما هنجدد لك العقد. فكده بكون ضمنت انه هو اخذ الستاندرد واستفدت من النولج بتاعته او الاكسبيرينس بتاعته. لكن لما يجيني زول ما عنده اكسبيرينس، الاكسبيرينس ما بتتبني اوفر نايت، محتاجه زمن، محتاجه صبر، محتاجه اكسبوجر. فدي الاجابه العامه على السؤال. السؤال الثاني كان شنو يا احسان معلش؟ هو بيتكلم عن انه هو اخذ البي ام بي، لكن يعني انه كيف يعمل براكتس او يعني يبدا المجال كيف هو عمل البي ام بي. تمام. عملت البي ام بي عشان تبدا المجال انت محتاج على حسب وضعك حاليا في يعني انت واقف وين في السلم الوظيفي او المسار المهني. لو انت خريج جديد تفتش على تريننج في اي حته او وظيفه انتري ليفل في المجال بتاع اداره المشاريع او اي مجال ثاني مرتبط بالمسار اللي انت عاوزه. اذا او مثلا اسوشيت بروجكت مانجر زي ما قلنا، كوردينيتر، يعني اي حاجه في وظائف بتاعت كوردينيتر زي ما قلنا في جلف تالنت كثير متاحه. في ممكن ازول تريننج، انزل تريننج، ازول ممكن ينزل وظيفه عاديه ويطبق اداره المشاريع في الجانب المرتبط بالبروجكتس اللي بياخدها في الوظيفه زاده. فالممارسه يعني ما صعبه، بس الزول يفكر يحدد هو عاوز ياتو مجال ويحدد الوظائف المتوفره في المجال ده والفرص المتوفره في المجال ده شنو في الاندستري، ويقوم يبدا يعمل الخبره. يعني الخبره هي ما بالضروره تكون زي ما قلنا بالمسميات دي، يعني ما ضروري انه انت تشتغل بروجكت مانجر عشان نقول والله عندك خبره بتاعت اداره مشاريع. لا، ممكن تشتغل في وظيفه ثانيه وتطبق اداره المشاريع في الوظيفه الثانيه دي، وبعدين تفتح فرصه بتاعت بروجكت مانجر في اي شركه تقدم فيها وياخدوك. في ناس اخذوهم بروجكت مانجرز يعني ما كان عندهم، ما اشتغلوا كوردينيترز لكن اشتغلوا في وظائف كثيره وعندهم الزمالات، فبالتالي فتحت وظيفه لقى الزول العامل الوظيفه دي لقى انه الناس اللي هم انسب ناس للوظيفه دي لشغل الوظيفه. اوكي تمام. نمشي قدام. تمام. طيب خلونا نخش في اداره المشاريع، اديكم شويه او انسكم عن اداره المشاريع عسى ولعل انه الناس يعني to be interested في المجال ده، واكون قدرت اضيف يعني للنولج بتاعتكم شويه. طيب الفكره الاولى او السلايد الاولى بتقول انه behind every project is a unique story،
واللي هو ده لو شفتوه ده طبعا ما في زول بيعرفه، الغالبية فيكم بيعرفوه، اللي هو برج خليفة، واحد من أكبر المشاريع أو زي ما بقول من عجائب الدنيا حاليا، هو أطول برج في العالم. فتخيلوا مشروع زي ده، كمية الكومبلكسيتي وكمية التفاصيل وكمية الحاجات اللي كانت واقعة على عاتق المدير زول اللي بيدير المشروع ده، ولمدة كم سنة. أنا أديكم شوية بتاعت معلومات وإحصائيات عن عن المشروع ده، وده مثلا مثال لمشروع ناجح حقق الأهداف بتاعته. لو حضرتوا أي واحد من الفيديوز اللي بيجيبوها في ناشونال جيوغرافي عربية أو في ديسكفري شانل أو في القنوات أو في الجزيرة الوثائقية، مرات بيجيبوا حاجات زي دي، يعني في برامج يقول لك مثلا هياكل عملاقة أو كده، فبيحكوا القصص بتاعت إنه كيف المشروع ده تم from A to Z وكمية المشاكل والتحديات اللي لاقتهم كده. فهي interesting series، يعني برضو الناس اللي بيحبوا النوع ده من الحاجات ممكن يتابعوا، يعني يفتحوا مثلا يشوفوا المشاريع عملاقة أو يشوفوا هياكل عملاقة. دي برامج فيها حاجات زي دي، يعني بيجيب لك كوبري وبيجيب لك مشروع كده صعب جدا إنه يتنفذ والتيم قدر ينفذه بمعاناة شديدة لكن بنجاح. فبرج خليفة لما يتكلم عنه، دي بعض الإحصائيات المرتبطة به، وطبعا السكوب بتاعه، السكوب اللي هو أنا بنقول سكوب، دي واحدة من الكلمات المفتاحية في إدارة المشاريع. سكوب، إنه سكوب يعني المشروع ده فيه شنو، لأنه في مشاريع كثيرة بتفشل لأنه السكوب ده ما يكون محدد. الزول بيجي بيقول لك يا أخي والله أنا داير مثلا حاجة معينة، يحدد لك ريكوايرمنت معين، يقول لك يا أخي والله أنا داير مثلا تبني لي غرفة. لما تبني لي غرفة دي كلمة فضفاضة، طيب انت لما تقول دايرك تعمل لي غرفة، انت بتتكلم دايرني أسسها لك ولا أبنيها لك ولا أضربها لك بوهية ولا أركب لها كهرباء ولا أعمل لها تشطيبات نهائية ولا أعمل لها تصميم داخلي ولا 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 حاجات كثيرة جدا جدا. فدي ما بتتحدد من البداية، ودي السبب زي ما قلنا اللي بيخلي المشاريع تفشل. كيف قلنا 50% من المشاريع بتفشل؟ لأنه الريكوايرمنتس ما واضحة، لأنه زول بيجي بالمريخ كلمة كده والناس بتبدأ تشتغل، بيجي بعدين بنط يقول لك يا اخي لا 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 انا الحاجه دي ما كنت دايره كده، لا لا المكيف ده ما قاعد في الحته الصح، لا لا الكهرباء دي ليه عملتوها كده، لا السباكه. فالسكوب هو اللي بيحكم، هو الفيصل، هو العقد اللي بين الطرفين، انه انا لما كمدير مشروع لما انت جبتني عشان اعمل شنو؟ عشان اعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. بكره لو جيت قلت لي خمسه وينها؟ بجيب اقول لك يا اخي الخمسه دي ما كانت مكتوبه في الانيشال سكوب اوف ورك، فبالتالي انا ما مسؤول منها. لو داير تضيفها انا ما عندي مانع، هذه شغلتك بروجكت مانجر، لكن اضافه سكوب جديد هيتضمن شنو؟ اضافه مهمه جديده في المشروع او عمل جديد او سكوب جديد، بيتطلب انه في زمن، في موارد، في قروش هتدفع. فانت قبلان ولا لا؟ نط قال لك لا لا الشغل ده كتير والكلام القروش دي كتير وبتاع، تقول له خلاص خلينا في السكوب الاساسي اللي هي الاربع حاجات اللي انت طلبتها، ودي انا سلمتك ليها زي ما انت طلبتها. فمثلا في المشروع بتاع برج خليفه كان في الاركتكتشر ديزاين اللي هو الشغل زي ما بقولوا المعماري، الكونستراكشن، الانجينيرنج، انه كيف الحاجات دي كلها تشتغل مع بعض، كيف يضمنوا انه والله مثلا برج ما يقع، كيف يضمنوا انه والله يعني التفاصيل المختلفه تعمل بتناغم تام ما يكون في اي مشاكل. في الجزء بتاع كونستراكشن طبعا انه تبني، يعني كان ممكن يكون المشروع ده مثلا يتقسم لاربع خمسه مشاريع، يدوا شركه مثلا تشتغل بس الاركتكتشر ديزاين، تنتهي من الخرطه، من الخرط، من كل التفاصيل، تسلمها للعميل. كده المشروع انتهى، المشروع حقق اهدافه، هي ما في برج اتعمل لكن في خرطه. فده السكوب اوف ورك الاساسي. الانجينيرنج كان ممكن برضه يتعامل بروجكت برا، الكونستراكشن يتعامل بروجكت برا، والانفايرمنتال امباكت بروجكت برا. الانفايرمنتال امباكت ده برضه انه في جزء كبير من برج خليفه كان في ريكوايرمنت من الكاستمر او من الحكومه انه يكون صديق للبيئه، ففي شغل بتاع طاقه شمسيه اتعمل، في شغل بتاع والله مولدات كهرباء بالرياح في الحتت العاليه، في تفاصيل كثيره اتعملت على اساس انه تقلل الانفايرمنتال امباكت بتاع البرج. الكوست، التكلفه بتاعته كانت 1.5 بليون يو اس دي، يعني 1.5 مليار دولار امريكي، والديوريشن اخذ 4 سنين. فتخيلوا انه ده مشروع، وتخيلوا انه واحد فيكم هو الماسك المشروع ده، انت او انت على مدى 4 سنين ماسك حاجه واحده بس، ما عندك شغله غيرها، يو ورك زي ما بيقولوا اراوند ذا كلوك تو انشور انه ما في حاجه تحصل غلط، عشان تبدل البروجكت ده من الاساسات تحت لحد ما توصله زي ما بيقولوا يلامس السماء فوق.
فتخيلوا كمية الجهد اللي اتبذل، كمية الموارد، كمية الناس. ودي دي جزء من الإحصائيات، يعني بيقول لك إنه مثلا 8 مليون كيوبيك فيت، متر مكعب من ال أو قدم مكعب من الأسمنت استخدموه في الكونستراكشن. 22 مليون ساعة بشرية دي اشتغلوه عشان يبنوا الهيكل بتاعه. 26 ألف جلاس بانل دي كانت للكلادينج. فدي مجموعة من الإحصائيات بتوريك حجم البروجكت. فالبروجكت ذاتها بينقسم في بروجكتس صغيرة، في بروجكتس وسط، في بروجكتس كبيرة، في بروجكتس بتنتهي في شهر، في بروجكتس بتنتهي في سنة، في بروجكتس بتنتهي في 5 سنين، وفي بروجكتس بتنجح، في بروجكتس بتفشل. فمثلا برج خليفة واحد من الأمثلة القريبة للذهن وكلنا بنعرفها، واللي هي مرتبطة أو ممكن تكون مثال لإدارة المشاريع الناجحة، وأنه مشروع حقق أهدافه كلها المطلوبة منه، أخذ زمن أثرت عليه وحصلت الأزمة الاقتصادية العالمية عطلته شوية، لكن في النهاية تم وأنجز المطلوبات بتاعته. ده مثال لمشروع تاني فشل فشل ذريع، للناس اللي بيعرفوا أو عندهم خلفية في الفيديو جيمز. دي سايبر بانك 2077 دي واحدة من الألعاب بتاعت الفيديو جيمز اللي نزلت ريسنتلي في 2000 و قبل زي 3 سنة أو 4 سنة. هي واحدة من الفيديو جيمز اللي كانت أوفر هايبت، يعني عملوا استوديو واحد من الاستوديو اللي تعودوا الناس منه على إنه بيعمل أحسن أنواع الألعاب، استوديو بولندي جديد أو ستارت أب بولندي اسمه سي دي بروجكت ريد، عمل مجموعة من الألعاب نجحت نجاح شديد. بعد ذلك بقت مسلسل تلفزيوني، بقت كانت مبنية على روايات فنجحت. فلما مسكوا المشروع الثاني اللي هو سايبر بانك ده، فرفعوا سقف التوقعات شديد بتاع الكلاينتس، جابوا واحد من الممثلين اللي هو كيانو ريفز، هو كان الشخصية الأساسية في اللعبة دي، هو عمل كل التريلرز أو الفيديوز بتاعت اللعبة دي، وكان في ماركتنج كامبينز خرافية everywhere around اللعبة دي. بدوا يمكن من قبل سنتين من اللونش ديت على انه يعلنوا للحكايه دي، ولانه دي هتكون لعبه ريفولوشنري وما حصلت، في كل النكست جنريشن سيستمز، البلاي ستيشن، الاكس بوكس، البي سي. ولما جاء انفورشنتلي لما جات ساعه الصفر، اطلقوا اللعبه وعملوا لها لونش من غير ما تكون مكتمله. فايت واز ا نايت مير، ات واز ا نايت مير. اخذوا 9 سنة في المشروع ده في الديفلوبمنت. لما اطلقوا المنتج او طلعوا منتج معيوب، كان فيها كمية من المشاكل، فيها كمية من البجز، يعني بيجوا الناس يتندروا بها او يضحكوا بها في الويب سايتس او في الكوميونيتيز بتاع الجيمنج. immediately السهم بتاع الشركة نزل 10 بوينتس في البورصة. يعني حصلت كمية من البلاوي، قيمة الشركة السوقية نزلت، الناس قاطعوا اللعبة، اضطرت الشركة ترجع كمية من القروش للناس اللي عملوا بري اوردر. بعد ذاك برضه اتس اكزامبل اوف انه الكوميتمنت، لما الشركه يكون عندها كوميتمنت للبرودكت بتاعها بتقدر ترجع كيف وبتقدر تقدم كيف. يعني من الزمن ذاك طلعوا بكل مسؤوليه، طلع سي او بتاع الشركه اعتذر عن الحصل ده، وعن انه المنتج طلع ما كان قدر التوقعات، وانه فعلا يعني زي ما بيقولوا اعترفوا بانهم رفعوا سقف التوقعات شديد، وضغطوا في المواعيد. طبعا واحده من الاسباب الاساسيه اللي خلتهم فشلوا ما قدروا اوفوا بالالتزام بتاعهم كان الكورونا، ان هم برضو لما حصلت الكورونا هم كانوا شغالين في الديفلوبمنت لسه، يعني هم بدوا 2015 تقريبا واشتغلوا حوالي 9 سنة، طلعوها في قبل 2000 من 15 لتقريبا 24 23 هي طلعت في المواعيد دي، لا طلعت اكشلي قبل 23، طلعت 21. فما قدروا، يعني كان عندهم ديدلاين، يعني هم لما رفعوا التوقعات بيجوا الناس الكاستمرز ويتنج للعبه تنزل، بيجوا الانفسترز بتاعين الشركه قاعدين زي ما بيقولوا ضاغطين في انها لازم تنزل عشان متوقعين ارباح خرافيه من وراء اللعبه دي. كلفت عشان تتصنع 500 مليون دولار، و500 مليون دولار دي بنعتبرها واحده من اكبر الميزانيات في الفيديو جيم اندستري. وبعد ده ما قدروا يوفوا لانه الزمن ما كان في صالحهم، يعني هم اختاروا انه يطلعوا البرودكت بكواليتي لو عشان تميت الديدلاين، ولا يعطلوا الديدلاين، لانه الديدلاين اتاجل مرتين في 2021. ففي النهايه اخذوا قرار انه يطلعوه، وده كان قرار كارثي بجميع المقاييس. لكن بعد ذاك التزموا، طلعوا اعتذروا والتزموا بانه يصلحوا الغلطه دي،
وفعلا يعني خلال السنتين او الثلاثه اللي فاتت هم كانوا شغالين بينزلوا في ابديتس وباتشز وكده، غيروا الشكل اللعبه تماما، وصلوا للليفل اللي كانوا طالبينه الكاستمرز يعني، لكن بالات فيري هارد برايس يعني، هم دفعوا ثمن باهظ جدا جدا عشان يصلوا للحكايه دي. فده اللي ممكن يحصل لو if you manage a project incorrectly، لو فرطت في الكواليتي بتاعت البروجكت، او فرطت في الاوت كم او في المنتج النهائي بس عشان تميت الكوست ولا عشان تميت الاسكجول، مرات الحاجه دي كنت باك فاير، ممكن تجيك بنتائج عكسيه كارثيه. طيب ممكن تدوني امثله مثلا لبروجكتس، يعني لما نقول كلمه بروجكت شنو هي الحاجه اللي بتتبادر لذهنكم، او شنو شكل البروجكت يعني؟ ممكن تدوني امثله سريعه في الشات عن مشاريع واجهاتكم، ما بالضروره تكون في البيزنس يعني او في المجال المهني، ممكن على المستوى الشخصي. طيب إحسان، في حاجة اتكتبت؟ لأنه أنا ما شايف. لا ما في حاجة، ما في صوت مشاهدات. أدوني اسم يعني أمثلة أو أسماء لأي مشاريع حتى لو ما اشتغلتوا أيتو، يعني مشروع سمعت به ومشروع بتعرفه اسم تمام. يعني مشروع. واحد قال construction project twins، ما أعرف هو قصده المحل، صوتك ما واضح شديد يا حسين، سوري، ممكن تقرب المايك؟ اوكي construction project واحد كاتب twins. طيب التخرج من الجامعة، مشروع شخصي ERB project. طيب برنامج لينك. طيب دي المشاركات اللي كانت، ممكن نقول البي ام بي ذات الدولة، تحضير الامتحان نفسه ممكن يكون تعامل معه كبروجكت. ديفينتلي كل الامثله اللي ذكرت هي صحيحه، هي امثله للبروجكتس، وده بقودنا للديفينيشن او التعريف بتاع البروجكت حسب البي ام اي او البروجكت مانجمنت انستيتيوت، اللي هو بيقول انه البروجكت هو دائما يعرف بانه تمبرري اندفر اندرتيكن تو كرييت ا يونيك برودكت سيرفيس اور ريزورس، يعني هو مجهود او مبادره او يعني اي مجهود undertaken بيتم بذله لخلق منتج او خدمه او نتيجه يونيك. فنحن لما نجي نمسك الكلمات المفتاحيه في التعريف ده بنلاقي انه temporary، فعشان يبقى مشروع لازم يكون مؤقت، ما في مشروع بيستمر للابد، والا بيبقى ما مشروع، بيبقى operation. وده مثلا من الامثله الشهيره في الحكايه دي او في المسكونسبشن ده، ممكن يكون مشروع الجزيره، يعني مشروع الجزيره ده ما مشروع، هو operation، هو حاجة شغالة لها سنين، مئات السنين أو عشرات السنين، وبنتج يعني، هو شركة أو مؤسسة أو ممكن نقول عليه هيئة، لكن ما مشروع. فدي واحدة من المسميات الغلط يعني، في الحكومة كثير كانوا بيسموا يعني أي حاجة بتتعمل يقول لك مشروع كده مشروع كده مشروع كده، فالمشروع هو حقيقة لازم يكون تمبرري، لو ما بقى تمبرري ما بيبقى مشروع، بيبقى أوبريشن. فمشروع الجزيرة هو اوبريشن، او اوبريشن كونتينيوس ماشي في شركات، في اقسام شغالة، في مزارعين شغالين، والحاجة دي سنوية وبتطلع نتائج وبتطلع زراعة وبتطلع كده، فبالتالي هو ما مشروع. يونيك، لازم يكون يونيك. يونيك يعني شنو؟ يعني طلع اوت كم حاجة ما كانت موجودة قبل كده، عشان يبقى مشروع، والا ما هو ما مشروع. بيربسفول، انه بيتعامل، ما في مشروع بيتعامل من اجل لا شيء، او ما عنده غرض، الا بيبقى ما مشروع، بيبقى شغل ساي او يعني مجهود ساي، لكن المشروع عنده بيربس، عنده ريكوايرمنتس معينه، عنده سكوب معين بيشتغله عشان يحقق الريكوايرمنتس دي عشان يصل لكلاينت سعيد. كونسترين، طبعا المشروع يعني واحده من الميز الاساسيه، السمات الاساسيه للمشاريع انها كونسترين، انه في النهايه ما في حاجه
ما عندها حدود او ما عندها ليميتس او ما عندها قيود. يعني والمشروع عنده قيود، يعني دائما القيود بتكون يا اما قيود مربوطه بزمن، انه والله نحن دايرين الحاجه دي تتم لكن دايرين انها تتم هسي الشهر ده يا مثلا، او مرتبط بكوست، انا والله داير يا جماعه داير مثلا ابني لي بيت لكن ميزانيتي على قد ايه، فشنو اعملوا لي حاجه كده بسيطه مثلا، او ممكن يكون مربوط بكواليتي. زول يجي يقول لك يا اخي والله انا داير ما فارق معايا القروش، ما فارق معايا الزمن، لكن داير لي مثلا منتج بخصائص معينه بطريقه معينه انا ما مستعد اتنازل منها، بعدين اتصرف. فده زول خدت الكواليتي او السكوب اعلى حاجه بالنسبه له. فدائما في كونسترينس، وبتبقى المهمه بتاعت البروجكت مانجر او مدير المشاريع انه يوازن بين الكونسترينس دي، لانه هي الكونسترينس دي زي ما هنجي نشوف بعد شويه هي بشكل مثلث كده، دائما في تضارب بيناتها، فانت ما بتقدر تحقيق الثلاثه مع بعض. لو داير تمشي في اتجاه واحده هتجر معاك الباقيات. يعني لو داير ازود الكواليتي بالتاكيد انا لازم ادفع زياده ولازم ابذل زمن زياده. لو داير زي ما بقولوا زي المثال بتاعنا السايبر بانك قبل شويه، الشركه الاستوديو بتاع الالعاب، لو انا داير تو ميت الديدلاين اي برايورتايز الزمن، معناته انا هضطر اقبل ازيد الكوست لانه هضطر اجيب موظفين زياده عشان يخلصوا لي ابدر، او اقلل الكواليتي. وده اللي حصل، هم قللوا الكواليتي قبلوا بالحاجه اللي فيهم الشعر طرشقت لهم في راسهم. فصعب جدا انه انت توازن بين الثلاثه، وبيبقى المعيار لان والله المشروع نجح ولا لا دائما هو انه هل الكاستمر قبله ولا لا. اذا قبله بيبقى ناجح بغض النظر عن احنا نظرتنا له شنو كمدراء مشاريع او شايفينه كيف، في النهايه الكاستمر اذا قبله اذا هو ناجح، اذا حقق اهدافه هو ناجح. كروس فانكشنال طبعا المشروع، ما في مشروع يعني بيقوم به شخص براو ولا قسم براو، عاده دائما بيكون في تداخل بتاع اقسام كثيره او اشخاص من تيام مختلفه عشان يحققوا النتيجه دي. طيب فده البروجكت. طيب البروجكت مانجمنت هي شنو؟ هي التنفيذ او الابلكيشن اوف نوليدج سكيلز تولز اند تكنيكس تو بروجكت اكتيفيتيز تو ميت الريكويرمنت. زي ما قلنا نجاح المشروع بيتقاس بانه هل حقق الريكويرمنت بتاعت الكلاينت ولا لا. فنحن البروجكت مانجمنت بيسكلي هي التنفيذ العملي للنوليدج المعرفه والسكيلز المهارات والتولز الادوات والتكنيكس التقنيات المرتبطه باداره المشاريع. فانا لما اعرف البي ام بي واجي انفذ النوليدج دي والمهارات دي والتولز دي في البروجكت مانجمنت بتاعتي او في الاكتيفيتيز بتاعت المشروع عشان تو ميت الكلاينت، اذا كده انا نفذت اداره المشاريع بصوره صحيحه. فهي الفكره كلها انه انا كيف اقدر احول فكره او ايديا لمنتج او ديليفرابل او حاجه يعني مطلوبات او حاجه زي ما بيقولوا ديليفرابل، يعني ما اعرف بالعربي هي شنو، لكن انه يعني واحده من المتطلبات او واحده من الحاجات اللي بتتقدم من ضمن المشروع ده. طيب زي ما قلنا قبل شويه الـ 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 اي مشروع في النهايه محكوم بكونسترينس، انه انت عندك سكوب حددنا انه احنا دايرين نعمل شنو، حددنا مجرد ما حددنا السكوب اللي هو انا داير ابني غرفه، فبالتالي في زمن منطقي ومعروف لبناء غرفه بالحجم ده. انا مثلا بجي بقول لو سالنا المهندسين يا جماعه الغرفه بتكمل في كم، هيقول لك الغرفه بتكمل مثلا في شهر. شهر دي هو اولى ليه؟ لانه من خبرته عارف انه والله مثلا الاسمنت بعد يتعامل لازم يترشى ويتهوى في زمن كده معين انت بتقدر تتجاوزه. يعني انا ممكن اجي اقول يا جماعه قوموا لي غرفه في يوم، مستحيله، لانه في تراتبيه معينه بتاعت اكتيفيتيز لازم تتم، في حاجات بتحصل قبل حاجات. يعني ممكن اجي في الخلا ساي واجيب الكهربجي واقول يلا اشتغل، يقول لك اشتغل في شنو؟ فلازم عشان الكهربجي يشتغل لازم يكون في زول بتاع سيفن جاء او مقاول جاء قوم بنا، عمل عمدان، قوم حيط عشان يجي الكهربجي بعدين ياسس يرمي مواسيره واسلاك وحاجاته في الحيط دي. لكن اذا بقى ما في حيط فالكهربجي ما هيقدر يشتغل. ممكن يجيب لي سباك اقول له يلا ركب لي الطقم بتاع الحمام مثلا لا مؤاخذه، وهو الحمام ما موجود. ففي تراتبيه، فالتراتبيه دي بيعرفوها الناس المرتبطين بالمجال. فعشان كده برضو مهم غير انه الزول يكون بيفهم في اداره المشاريع يكون بيفهم في الاندستري. يعني انا الليله مثلا ايمن ده عندي اوكي خبره 10 سنه و11 سنه في البيزنس، مدير مشاريع معتمد،
لكن ما هقدر امشي اشتغل مثلا بروجكت زي برج خليفه، هفشل اصلا، ما هيقبلوني، ولو قبلوني هيقع بعد اسبوع ده لو قام اصلا، لانه انا ما عندي خبره، انا ما زول مهندس، انا ما زول بتاع سيفل، انا ما بفرز زي ما بقولوا، ما بعرف السلك من الماسوره، فدي حاجه دائره تخصصيه، فبالتالي المهم انه الزول يكون عنده النولج او البروجكت مانجمنت نولج، لكن الاهم من البروجكت مانجمنت نولج هي الاندستري نولج. فعشان كده قبل قلت لاخونا اللي سال من حكايه انه كيف يقدر ينفذ، قلت له اختار اندستري انت تقدر تشتغل فيها تو اندستري بناء على مجالك، اذا انت خلفيتك هندسيه زول مهندس معماري طبيعي انه المهندسين المعماريين يمشوا يشتغلوا في الشركات الهندسيه يشتغلوا مشاريع، اذا انت مهندس كهرباء طبيعي هتمشي يشتغل في شركه كهرباء ولا في شركه بتاعت مولدات مثلا توليد كهربائي او طاقه شمسيه او كده، فكل ناس بيشتغلوا في مجالهم اللي هم فاهمين فيه، عشان هم بيفهموا كيف يشتغلوا في المجال ده عشان بينجحوا فيه. ده ما بيمنع طبعا انه زول ممكن يحول المجال، يعني في مهندسين كتار اللي شغالين مدرج، لكن ما في مدرج شغال مهندسين، لانه الهندسه علم ده عنده تخصصيه. الليله انا كمثلا مدير ما ممكن امشي اشتغل دكتور، لانه الطب علم عنده تخصصيه ودائر معرفه تخصصيه، لكن الاطباء والمهندسين ممكن يجوا يشتغلوا معانا في الاداره، ضايقونا في مجالنا كثير، يعني زي ما بقول التسويق الماركتنج ده من المجالات اي زول بيشتغل فيها او اي زول بيفتكر روحه ماركتير، احنا زمان كنا بنتعب لما في مجال ماركتنج، كنت شغال في الماركتنج يعني، فبقول لك يعني انه الماركتنج ده من اصعب المجالات، لانه كل زول بيفتكر روحه هو ماركتير، كل زول بيفتكر روحه انه ممكن بيفهم الاعلام بيتم كيف، ولا اللوجو ولا الهويه البصريه ممكن تتعامل كيف، واي زول بينظر لك اللوجو ده سمح، اللوجو ده شين، ما عارف الاعلان ده سمح، الاعلان ده شين، لكن كل مجال عنده ناس اللي بيفهموا حقيقه بتفاصيله. فنرجع تاني للتريبل كونسترينتس، انا قلت غرفه، فالغرفه المهندس بيعرف انه الغرفه دي ما ممكن تتم في اقل من شهر، لكن ممكن تتعمل في 3 شهور طبعا، فهي في زمن في كريتيكال باس او في مينيمم تايم ما بتقدر تنزل منه، لكن طبعا ممكن تتجرجر في الشغل زي ما بيحصل كثير، يعني بيجي المقاول او المهندس بيتفق معاك يشتغل لك الحاجه الفلانيه في زمن معين، تقعد تسكه بالتلفونات الليله، العمال جول، العمال ما جول، العمال خشوا الساعه 10، مرقوا الفطور، طلعوا الساعه 1 كده، فبعدك بتبقى في الجرجره دي اللي هي الحكايه بتاعت التايم سكجول، ومجرد ما التايم سكجول زاد معناته الكوست شنو؟ هيمشي معاك زايد، لانه انت بدل ما بتدفع يوميات بتاعت شهر بقيت تدفع يوميات بتاعت شهرين، لانه في جرجره حاصله وفي عدم اداره حاصل. فالسكوب التايم والكوست دول مربوطات ببعض، مجرد ما انا جيت قلت يا زول داير غرفه هيقول لي الغرفه بتكلفك كده وبتاخد زمن جدول كده، بعد ده لو الزمن عدى الكوست هيزيد، ما بالضروره السكوب يزيد، ممكن يزيد لكن ما بالضروره، اذا الكوست قل معناته طوارئ الزمن هيزيد، لانه انا عشان اوفر في القروش معناته ياها مط الزمن، بدل ما اشغل تيمين بتاعين بنا مثلا هشغل تيم واحد عشان اقلل التكاليف، فبالتالي الزمن هيزيد لنفس السكوب. فبتلقوا انه الحكايه دي مترابطه، بيبقى البروجكت مانجر الشاطر هو الزول القادر تو بالانس المثلث ده بحيث انه يحقق الرضا بتاع العميل. ونحن بنسال صراحه لما نجي نفتح بروجكت في حاجة اسمها البروجكت انيشيشن او البروجكت شارتر، بنسأل انه والله يا فلان اهم حاجة بالنسبة لك شنو؟ وات از ذا موست امبورتنت برايورتي؟ انت داير اهم لك الكواليتي، اهم لك السكوب، اهم لك البادجت، ولا اهم لك السكيدول؟ لانه انت لا ما بتلموا سوا. ففي كلاينت بيقول لك يا اخي والله لا انا داير حاجتي تتم صح بغض النظر، اهم حاجة الكواليتي تو بي مت. في ناس ثانيين كوست سنسيتيف بيقول لك لا والله انا بس التكاليف دي امسك لي فيها، اتصرف انت ما مشكلة، ممكن ننقص حاجة، ممكن ننقص الزمن، ممكن نغير حاجة، لكن الكوست ما يتجاوز الرقم الفلاني، انا قروشي على قد كده ما تسيب. وفي زول بيقول لك يا اخي لا انا والله الزمن، انا المشروع ده لازم يخلص مثلا خلال شهر والله، لانه عندنا مناسبة في البيت، في البيت ده لازم يتم خلال الشهر ده، ما عندي طريق، فبعد ده انت اضغط جيب عمال زيادة، اصرف زيادة، نقص حاجات من السكوب تتعامل ليتر على اساس انه تحقق لي النتيجة دي. فالبروجكت مانجمنت بوث ساينس اند ارت، يعني الواحد اي بيفهم الجوانب المرتبطه باداره المشاريع، لكن برضه في سنس، في حكايه بتاعت فن كده، في حكايه بتاعت شطاره وفهلوه، انه البروجكت مانجر الشاطر بيعرف تو بالانس الحاجات كلها، كيف يقدر يخلي التيم مبسوط، يخلي الكلاينت مبسوط، يخلي الستيك هولدرز مبسوطين على اساس انه يوصل لمشروع ناجح.
فالمشاريع يعني دائما بيكون فيها مجموعه من الناس الانديفيدوالز ومجموعه من البروسيسز، يعني هي كميه خرافيه من الاجراءات والخطوات المترابطه والمعتمده على بعض، وفي ديبندنسيز، يعني زي ما قلنا قبل شويه انت عشان تعمل الحاجه الفلانيه لازم تستنى حاجه قبل تتعمل، ففي ديبندنسيز كثيره لازم الزول يديرها، في ناس كتار لازم تديرهم، في مشاكل بتحصل، في كونفليكتس بتحصل مع ادارات مختلفه، مع كلاينتس، مع ستيك هولدرز، مع كده. وكثير بنسمع عن مثلا هسه مثلا المشكله السامعين بها في بورسودان دي قطعة الكهرباء والمحول وما المحول. قبل يومين بقرا في الاخبار انه مثلا شركه الكهرباء مثلا او اخذوا تصديق من الجهات من الحكومه انها تمشي تشيل محول من سواكن مثلا تجيبه بورسودان عشان تشغل الكهرباء في بورسودان. قاموا الناس المناطق المحليه والقبائل المحليه في سواكن رفضوا. فدي الستيك هولدرز اللي هم الناس اللي انت ممكن تكون عندك مشروع والمشروع انت خطيته اوكي في اوتكم معين، في محول معين المفروض يشال من حته معينه يتوصل في حته عشان الكهرباء تشتغل، على عشان الكلاينتس اللي هم في الحاله دي الحكومه او المواطنين يكونوا مبسوطين. فتتفاجأ بانه ظهرت لك حاجه ما كانت في الحسبان، في ستيك هولدر، في اصحاب مصلحه معينين انت ما دخلتهم في الموضوع من البدايه، ما شاورتهم، فحسوا انهم مهمشين او بيقوا ما فاهمين انه والله المحول ده تاثير انه شيلته دي هتاثر عليهم كيف، افتكروا انه كهربتهم هتقطع لانه انت تقدر توديها بورسودان، فقام قفلوا لك الشارع وعملوا لك زوبعه. فدائما البروجكتس بتحصل فيها نوع المشاكل دي، وكثير جدا بنسمع بها، يعني بتسمع في الاخبار في المشروع الفلاني شغال مثلا، طلعوا الناس مظاهرات، قفلوا الشارع، عملوا كده ففشلوا المشروع، او مثلا تقوم تجي تقوم لك حاجه يقوم الجيران ما يرضوا مثلا في البيت، او يعني يو هاف تو مانج تو بالانس كل الستيك هولدرز في الحكايه بتاعت البروجكتس. طيب لو خشينا شويه في تفاصيل البروجكت مانجمنت، في البي ام بي طبعا او في البي ام اي يعني بيقسموا البروجكت او البروجكت مانجمنت لحاجه اسمها بروسيس جروبس، يعني هم بعينوا البروجكت مانجمنت من ناحيه اجرائيه انه ستاندرد بتاع اجراءات واكتيفيتيز انت بتعملها عشان تصل للبروجكت، تزيد من فرصه نجاح المشروع وفرصه وتزيد من احتماليه انه الكاستمر يكبر وما تواجهك فيه مشاكل، تقل لي المشاكل. فالجروبس دي مربوطه بزي خمسه مراحل، هي ما سيكونشال، يعني هي ما بعد يعني ما 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 متلاحقه لكن مرتبطه. فعندنا الجروب الاولى اللي هي البروجكت كونسبشن اند انيشيشن، اللي هي كيف انا احول الفكره لمشروع شنو على الورق، انه انا كيف اقدر اقوم المشروع بالطريقه الصح، انا كان قمت القومه الاولى دي صح، بعد المشروع انا ضمنتها جزء كبير من نجاح المشروع. بعدين الخطوه اللي بعد القومه بتاعت المشروع اللي هي ممكن نقول هنا زي التعاقد، انه انا تعاقدت على المشروع او طلعت المشروع الفكره الاساسيه حولتها لمشروع، فبقى عندي مشروع على ارض الواقع. الخطوه الثانيه هي البلانينج، واللي هي دي بيعملوها التيم بتاع اداره المشروع ذاته، لو نقعد نخطط لكل شهر دوارده في البروجكت ده عشان نضمن انه ناس بعدين المحليه ما يجوا يشاكلونا والجيران ما يزعلوا مننا والكاستمر ما يشاكلنا والتيم ما تحصل فيه مشاكل. فانا بفكر في كل الاحتمالات وكل السيناريوهات وبضع الخطط وعائله كل الاكتيفيتيز وكل التفاصيل، وبعمل بلان شامله كامله وافيه بتضم كل التفاصيل، شنو المخاطر ممكن تحصل، شنو الاكتيفيتيز المفروض نعملها، شنو يا تو اكتيفيتي من الاكتيفيتيز مربوط باكتيفيتي معين، يا تو اكتيفيتي مربوط بشخص معين والشخص المعين ده اذا في ريسك انه مثلا في الفتره دي ما هيكون متوفر، منو ممكن يكون بديل له، واذا ما لقينا بديل له كيف نضمن انه نقعده في الفتره دي عشان يتم لنا الاكتيفيتي ده. فبنفكر في كل حاجه قبل ما نبدا، يعني احنا بنقعد شهرين ثلاثه شهور ده بس تفكير، لان احنا لسه ما رمينا طوبه ولا بدينا كود كتبنا كود في الكمبيوتر ولا عملنا اي حاجه، بنكون قاعدين بس بلانينج. بعد ما نخلص البلانينج بنجي للاكسكيوشن، الاكسكيوشن هو تنفيذ البلان دي، وبعدها بيبقى مدير المشاريع قاعد زي ما بيقولوا زي يعني هنا بوليس الحركه،
قاعد وبعاين منو مشى، منو عمل شنو، المت عمل شنو، ليه ما عمل، بيرجع يتاكد التاسكات تمت ما تمت، في تاسك متاخر ليه تاخر، طيب كيف نقدر نسرعه عشان تميت الديدلاين بتاعنا، وهكذا. فكون المدير المشاريع قاعد بيعمل في الاكتيفيتي بتاعي هو المونيتورنج اند كنترولنج، بيراجع بيتاكد انه كل حاجه قاعد في برج مراقبه وبعاين، والله نحن از بير البلان ويكون المفروض نكون خلصنا الحاجه الفلانيه، اذا ما خلصت شنو البدائل المتاحه عشان نسرعها، هل الامباكت بتاع التاخير اللي حصل ده شنو، او مثلا والله كنا خاطين كوست معين للبروجكت حصلت فجاه زياده في السوق فالاسعار اختلفت، طيب الحلول اللي قدامنا شنو، هل ننزل بالكواليتي نقلل الكواليتي بتاعت الحاجات عشان تمينتين السيم برايس، ولا لا نمشي نحنك الكاستمر نقول له ادينا زياده قروش لانه الحكايه دي جاطت، ولا نمشي تمويل ناخذ تمويل من البنك نكمل بيع المشروع بالتكلفه الفلانيه دي، او بعد ذاك نرجع ندفع للبنك بالاقساط، دي كلها خيارات متاحه ودي بيعملها البروجكت مانجر من ضمن المونيتورنج اند كنترول. اخر حاجه هي البروجكت كلوجر، انه البروجكت تم حقق اهدافه والحمد لله، فلازم يحصل له كلوجر ودي ما قاعده تحصل. الكلوجر ده شنو؟ انه نجيب العميل نسلمه بصوره اوفيشال البرودكت بتاع او السيرفيس بتاعت البروجكت ده ونحتفل سيلبريشن، ممكن يكون جزء من الكلوجر انه يا جماعه احنا خلاص قعدنا سنه ولا قعدنا 6 شهور في البروجكت ده، نجيب لنا تورته، التورته دي والقعده دي بتكون والمارك الاوفيشال كلوزر اوف البروجكت، انه من اللحظه دي نحن يا جماعه خلاص شكرا جزيلا، انت يو ار ريليست، كل زول يرجع على قسمه جه منه، نحن خلاص البروجكت انتهى، البروجكت حقق اهدافه بكل الدوكيومنتس المرتبطه بالبروجكت، خطيناها لميناها فور فيوتشر ريفرنس عشان الشركه لما تجي المره الجايه والمؤسسه لما تجي بعد سنتين تعمل نفس البروجكت ما 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 يفشل او ما يبتدوا من السكراتش، يكون عندهم ريفرنس يقدروا يرجعوا يمشوا منه، في خطه جاهزه اتعملت فممكن يستخدموا نفس الخطه يعملوا بها بروجكت مشابه مثلا. فدي دي 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 من الحاجات الناس بيهملوها، يعني البروجكت مرات مجرد ما حصل 99% كده بتلقى الناس خلاص فكفكوا والحكايه فرتكت، والبروجكت مانجر ذاته خلاص يعني بيعتبر روحه انه الحكايه انتهت، ما بيعمل الفورمال كلوجر ده والقفله النهائيه. فالقفله مهمه جدا جدا عشان تسيجنال لكل الناس انه البروجكت ده خلاص كلوزد وحقق اهدافه. طيب البروسيس جروبس دي مربوطه يلا بعدها بالنولج ارياز اللي هو في البروجكت، البروجكت مانجر مسؤول من انه يعرف ويدير زي 10 نولج ارياز، منها الانتجريشن انه كيف تقدر ترابط تدير الترابط بتاع الاكتيفيتيز المختلفه، السكوب زي ما قلنا اللي هو شنو المفروض يتعامل ويتعامل ليه ويتعامل كيف، الكوست القروش نعمل بادجت للمشروع لازم يتعمل بادجت، الكوميونيكيشن انه كيف هيحصل كوميونيكيشن انترنالي في المشروع بين التيم واكسترنالي للستيك هولدرز الثانيين، الكواليتي كيف ندير الجوده في المشروع عشان نضمن ان البرودكت النهائي مقبول، السكيدجول كيف هندير الزمن بتاع الاكتيفيتيز المختلفه، هل بنحتاج انه ننقص او نزيد زمن في اكتيفيتيز معينه، الريسك الحته بتاعت المخاطر المحتمله وكيف نتعامل معها، هل عندنا بلان او كونتينجنسي بلان ليها، الستيك هولدر الجماعات بيقفلوا الشوارع وبيوقفوا المشاريع دي كيف نحن هنقدر تو انكلود ديم في المشروع على اساس انه ما يعملوا لنا مشاكل يعطلونا لقدام، كيف نضمن انه والله مثلا ما كل الناس المدراء الكبار في الشركه يكونوا عارفين عشان ما يجي بعدين واحد من المدراء يزعل ويعاكس المشروع او يحاول يفشله او كده. ستيك هولدر الريسورسز كيف نحن ندير كل الريسورسز في المشروع كافراد ونتاكد انه ما في زول مثلا ملوث بشغل اكثر من الباقين، او ما في مثلا زول يتسحب من ادارته فتره اطول من الفتره اللي احنا متفقين عليها مع ادارته فيها، مثلا انه زول هيشتغل معانا شهر نقول نمسكه شهرين يكون مديره يزعل. في الجانب بتاع البروكيورمنت انه عاده المشاريع بيكون فيها سم سورت اوف مشتريات، فكيف نحن بندير الجانب بتاع البروكيورمنت، فهم بيعملوها في البي ام بي او في البي ام اي بيعملوها مابينج البروسيس جروبس قبل شويه الخمسه لو عندك الجدول باليمين ده الخمسه قاعده فوق والنولج ارياز العشره قاعده بالشمال زرقاء، وبعد ذاك يلا في زي بروسيسز اللي هي التقاطعات بتاعت كل بروسيس جروب مع نولج اريا بيكون في بروسيس اللي هي عمليه، فالعمليات دي هي عن طريقها انت بتدير المشروع، وكل عمليه عندها انبوت
الخاشلة شنو عشان تعمل العملية دي، شنو المدخلات والريزلت او المحصلة بتاعت العملية دي شنو. فالحاجة دي في الكتاب او في المرجع الريفرنس الاساسي بتاع البي ام بي اللي هو البروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج موجودة. طبعا البيم بوك او البروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج اللي هو ده المرجع الرئيسي البيم بوك لحد فيرجن 6، هو هسه في فيرجن 7، لحد فيرجن 6 هو كان شغال بالابروتش دي بعائله البروجكت مانجمنت كبروسيسز، نظره اجرائيه بحته، انه اجراءات معينه انت تعمل 1 زائد 2 تصل ل 3، 3 زائد 4 بديك 7، فانت احفظ ديل افهمهم نفذهم انت بتدير المشروع. من بيم بوك 7 حصل تغيير جوهري في الطريقه بتاعت المرجع، فبيجوا يعاينوا للبرنسبلز، يعني بعدوا من الحكايه بتاعت الاجراءات والحفظ وكده، وركزوا على زي 12 مبدا او 12 برنسبل، دي بقت هي الـ زي جايد لاين عام لاداره المشاريع. زي ما قلنا قبل دخلوا جزء من الاي تي او الاجايل مانجمنت في المرجع، زادوها شويه لانه طبعا جزء كبير من البروجكتس هي اي تي بروجكتس، فاختلف شكل المرجع. فانا برضو بنصح الناس انه الناس تقرا البيم بوك 7 اللي هو ده الموست ريسنت، ده المبني عليه والامتحان حاليا، بيمتحنوك على البيم بوك 7، لكن ترجع تقرا بيم بوك 6 لانه النظره بتاعت الاجراءات والبروسيسز دي مهمه، يعني بتوريك او بتعلمك انه والله التفكير المنطقي او التسلسل المنطقي للحاجات. فهنا مثلا نحن بنجي اديكم امثله ما هخش فيها كلها لانه انا خشيت فيها كلها كده، ده باعتباره كورس بتاع بي ام بي وداري لنا 3 شهور، ما 3 ساعات، لكن اديكم مثلا نبذه. يعني مثلا ديفلوب بروجكت شارتر دي اللي هي اول خطوه في الانيشيشن في بدايه المشروع، وهي جزء من البروجكت انتجريشن مانجمنت اللي هو اداره التداخل بتاع المشروع، اللي هو ببساطه هي عباره عن شنو، انه انا عشان ابدا مشروع بقوم ببداه بمستند رسمي، بيجي في المستند الرسمي ده بدخل كل التفاصيل الرئيسيه. انا ممكن اوريكم مثال لبروجكت شارتر من الممارسه اساس انه يكون عندكم مثلا ده اكشوال بروجكت احنا اشتغلناه، كان بتاع ويب سايت، تمام؟ ده البروجكت شارتر بتاعه ديفينيشن، ده الشارتر. طيب الشارتر اللي هو شنو؟ بيجي بقول في الشارتر بروجكت ستيتمنت اللي هو بقوم باخد زي وصف عام للمشروع. الستيتمنت ده دائما بيكون عباره عن بشرح انه والله البروجكت ده هدفه شنو؟ و 200 المفروض يخلص 200، والتوتال كوست بتاعه شنو؟ يعني مثلا هنا كان بروجكت، الفكره بتاعت البروجكت انه والله الويب سايت ده يزيد الاويرنس لدال فود، دال الغذائيه والمنتجات بتاعتها في السودان او افريقيا والشرق الاوسط، ثرو كرييشن اوف سيجنيفيكانت دال فود ديجيتال بريزنس، بانه يكون عندنا وجود رقمي اكروس مالتيبل شانلز باي اند اوف 15، وده الكوست اوف ديفلوبمنت. فهنا في كلمات مفتاحيه بتوريك بعدين المشروع ده شكل الريكويرمنتس بتاعت العميل هتكون شنو. يعني هنا مثلا انكريز اويرنس معناه العميل داير، الاداره بتاعت الدال دايرانا نزيد الاويرنس او الـ يعني الـ المعرفه العامه بالدال الغذائيه ومنتجاتها، فده الهدف الاول او الريكويرمنت الاول. اكروس افريكا ميدل ايست معناه هنا التوجه ما سوداني بس، انا في الويب سايت معناها هتكلم بلغتين عربي وانجليزي لانه هم دايرين افريكا والميدل ايست، معناتها احاول اعكس السايت بتاع الاكسبورت بتاع الشركه، لانه هنا الزول اللي خدت لي في البدايه في البروجكت ستيتمنت قال لي انه انا داير، السبونسر قال لي يا اخي انا داير مثلا ازيد او اعكس صوره مشرقه عن دال فود في السودان افريقيا والشرق الاوسط، معناته اوتوماتيكلي انا لما اجي اشتغل بعدين اصمم الويب سايت وادخل الكونتنت فيه هخاطب الثلاثه جهات، ما هخاطب السودان بس. Across multiple channels، multiple channels زي معناها بعدين أنا في الويب سايت أحتاج أربط الويب سايت ده بالسوشيال ميديا، بالإنستغرام، بالفيسبوك، بالتويتر، بالإيميل، بالإس إم إس، بالكده. أنا هو قال لي داير يزيد الديجيتال فود دال فود بريزنس. وهنا بكون في brief description. طبعا الفورمات دي ما ستاندرد، يعني ما في ستاندرد طالع من البي إم باي بيقول لك إنه ده الشارتر ده شكله كده. لو خشيته أونلاين بتلقوا آلاف التمبلتس، ممكن تاخذوا التمبلت اللي بتناسبكم وتشتغلوا فيها، لكن السمات الاساسيه بتاعت الكارتر انه يكون فيه تعريف مبدئي بالبروجكت،
بيكون السكوب. السكوب ده هو اللي بيجيب المشاكل دايما، زي ما قلنا قبل، غرفة ولا شقة ولا عمارة، انت داير شنو؟ الغرفة زادة داير فيها شنو؟ داير في او العمارة داير فيها شنو؟ او السيستم داير يعمل شنو بالتفصيل؟ فالانسكوب ده الحاجات البرة. نحن بنمشي كبروجكت مانجرز، بعد ما نخط الانسكوب بنخط الاوت اوف سكوب، يعني بعد ما نوريك شنو في المشروع بنوريك شنو برا المشروع، عشان ما يجي بعدين يستلبط العميل، يستلبط لك في حاجه يقول لك يا والله انا ما انت كان المفروض تعمل لي دي، لا انا اتفقت معاك اعمل لك مثلا اعمل لك بيت، البيت ده مثلا في السكوب ما كان في جنينه، يقوم يجي في النهايه يقول لك يا والله وين الجنينه؟ طيب ما الجنينه ما كانت بارت اوف السكوب. عشان الجدل ده بعدين ما يحصل بنعمل السكوب ستيتمنت دي، اللي بنقول شنو الانسكوب شنو الاوتسكوب. هنا مثلا في الويب سايت كان جزء منها مثلا الدارفو ديجيتال استراتيجي، الويب سايت ديزاين ده جزء من شغلي انا كمدير مشروع، الامبلمنتيشن جزء من شغلي انا، انا معناها بعد ما اعمل الديزاين امشي في انه انفذ المشروع ده. السوشيال ميديا استراتيجي هشتغل سوشيال ميديا استراتيجي، هشتغل كابابيلتي بيلدينج للموظفين هيشتغلوا في الحاجات دي، وهشتغل كونتنت ديفلوبمنت. طيب البر المشروع شنو؟ مثلا الديجيتال استراتيجي بتاعت البراندز العاديه الماركات بتاعت المستهلك، الويب سايت ديزاين مثلا لشركات دار الثانيه، انا مسؤول من دار فود، بالتالي الاوت اوف سكوب بالنسبه لي دار الهندسيه، الاوت اوف سكوب بالنسبه لي مثلا مجموعه البرير، الاوت اوف سكوب بالنسبه لي ناس سي تي سي، ده ما حقي اذر كمبانيز انترنال اند اكسترنال، دي ما مسؤوليتي. الويب سايت امبلمنتيشن بتاع الشركات والجهات الثانيه، الويب سايت مينتنس اوبريشن اند مينتنس، يعني انا البروجكت ده بينتهي متى؟ بينتهي بانه انا اسلمهم ويب سايت، لكن بعد ذاك الاداره بتاعت الويب سايت والصيانه الدوريه والدي تو دي اوبريشن ده بيجا ما بروجكت، ده بيجا اوبريشن. فانا لما الويب سايت ده يجهز في تيم المفروض يكون قاعد في الشركه، انا هسلمه البروجكت ده. فالان سكوب اوف اوت اوف سكوب دي اهم الحاجات بتتعمل. بعد ذاك بنيجي بنحط الاوبجكتيفز بصوره واضحه والميجرز بتاعتها، بحط اهداف واضحه انه انا داير احقق ياتو ميزانيه، داير احقق ياتو زمن الميجر التارجت. بجي هنا مثلا للبنفيتس، بقول والله شنو البنفيتس اللي انا متوقع من البروجكت ده، وبجي باخد بعد ذاك شكل الورك بريك داون ستراكشر، يعني تصور مبدئي للاكتيفيتيز الاساسيه الرئيسيه في البروجكت والتكلفه بتاعتها والتوتال كوست بقى كم 290، باخد نسبه بتاعت هامش بتاع كونتينجنسي لو حصل اي مشكله 10% بقى 319. بعد ذاك بيجي بكتب انا مثلا بروجكت مانجر، بوقع، بيجي زول السبونسر بتاع البروجكت، زول المسؤول انه يدفع القروش، هو اللي بعدين بيوافق على الحاجه دي. فده الشارتر. الشارتر في شارترز ثانيه مثلا مور ان ديب، يعني هسه مثلا الشارتر ده من الستاندرد بتاعنا بتاع دالفود، ما فيه مثلا الريسك مانجمنت لو لاحظتوا، يعني مثلا الشارتر بيقول لك انه الريسك مانجمنت جزء من الشارتر، شنو الانتسيبيتد ريسكس، شنو الانتسيبيتد details، شنو الانسكوب، شنو الاوتسكوب، فالحاجات دي كلها بتكون متوفره في الشارتر. فالفكره بتاعت الشارتر بس انه انا زي بلان مصغره كده او زي تصور مبدئي للمشروع، فيه كل التفاصيل المرتبطه بالمشروع. بعدها لما اجي في البلاننج ببدا بفصل فيها زياده، بس انا هنا قلت في الشارتر تقريبيا هخلص ويب سايت مثلا في 3 شهور بالتكلفه 150 الف دولار. لما اجي للبلاننج بعدين ممكن اكتشف ان 150 ممكن تزيد او ممكن تقل، الثلاثة شهور بيجي بكتشف انها ما واقعية، انا المفروض امشي لسنة ولا انزل لاسبوع. فدي كلها تفاصيل بدون تبدا تصل، لكن اي تراي تو تاتش بريفلي على كل الجوانب دي في الشارتر او جزء كبير منها، على اساس انه افكر او تفريم شكل التفكير شكله عامل كده. بمضي عليه وانا وبيمضي عليه والكلاينت، ليه؟ لانه الكلاينت ده بعدين بيكون مسؤول، انا مسؤول قدام الكلاينت وقدام السبونسر من التفاصيل دي. لو حصل خلاف في اي وقت بيني وبين السبونسر او هو ما قبل، ما حصل اكسبتنس للمشروع او للنتيجه بتاعت المشروع، بنرجع للمستند ده بقول له يا اخي السكوب بتاعنا كان كالاتي، انا نفذت لك الحاجات المكتوبه في السكوب، اذا انا في 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 حل من البروجكت ده، وانا بفتكر انه والله انا اديت عليه. طيب اخر حاجه في الـ في الـ في السكشن دي، يعني نمر على جزء من الترندز في الاندستري او الحاجات اللي هسه حاصل عليها بيج تريندينج في البروجكت مانجمنت. اول حاجه الحكايه بتاعت الهايبريد ابروتشز، يعني زمان زي ما قلنا كان في الطريقه التقليديه بتاعت اداره المشاريع والتولز اند تكنيكس التقليديه، ظهرت الاجايل، ظهرت السكرام، ظهرت الحاجات اللي هي جايه من خلفيه بتاعت اي تي،
خشيت فبيجوا مدراء المشاريع. يعني واحده من الترندز الرئيسيه في المجال بقت انه دي من الحاجات اللي بقت ظاهره والبقت مطبقه بصوره عاليه. ايفاسيس اون تشينج مانجمنت واحده من اكبر الحاجات المهمه في اداره المشاريع، التشينج مانجمنت. ودي برضو يعني في مثل بيقول لك انه ما عارف 90% او 99% of strategies fail in execution. يعني انت في النهايه يعني الاستراتيجيه دائما ما بتفشل في التخطيط، بتفشل في التنفيذ، لانه دائما التنفيذ هو الصعب. التنفيذ ده انت لما تخطط، التخطيط سهل، الحلم سهل، الزول بيفكر في الورق وكل الدنيا ورديه، لكن لما تجي للتنفيذ تبدا تصطدم بالمشاكل اللي انت ما شايفها. فدائما استراتيجيز فيل ان اكسكيوشن والبروجكتس فيل ان اكسكيوشن برضه. فالتشينج مانجمنت مهم، يعني التشينج مانجمنت هو انه كيف ما هو في النهايه البروجكت الغرض منه انه تخلق حاجه ما كانت موجوده، فبالتالي انت لازم تهيئ الناس لانه الحاجه. اذا مثلا بنتكلم عن السيستم ده، انه تطبق سيستم جديد في الشركه، اذا ما عملت بروبر تشينج مانجمنت ممكن تتفاجئ بانه جبت اغلى سيستم واحسن سيستم وطبقته في الشركه والناس ما قادرين يشتغلوا به. وتحصل كثير، زي ناسنا بتاعين السيستم طاشي، الشبكه طاشه. يعني انت جبت سيستم وما عارف الانفراستراكشر مثلا بتاعت الاي تي في المؤسسه الفلانيه، تمشي مكتب خدمه العملاء ولا تمشي مثلا مكتب الكهرباء ده تشتري، او تمشي البنك يقول لك والله الشبكه طاشه. طيب انتوا لما جبتوا سيستم بالحجم ده ولما فتحتوا فروع بالحجم ده ما عارفين الشبكه دي هتجيبوها كيف، ما عارفين والله انه ما خديتوا في اعتباركم انه والله تقدروا تضمنوا الانتجريتي بتاعت الانفراستراكشر كيف على اساس انها تتحمل السيستم وعدد اليوزرز ده. فالتشينج مانجمنت مهم عشان ما نتفاجئ بمتغيرات او بفشل للمشاريع. ريموت اند ديستريبيوتد بروجكت تيمز برضه طبعا بعد الكورونا الوضع اختلف تماما، بقت الريموت وركينج حاجه يعني منتشره جدا جدا. بيقول الايام ما بالضروره يكونوا قاعدين في حته جغرافيه واحده. هسه نحن مثلا بعد حرب السودان برضو اغلب الشركات اتجهت للريموت ورك. انا حاليا مدير شركه في السودان وبكلمكم من القاهره، مدور شغلي في السودان لي 3 شهور من مصر هنا، برجع السبت بقعد في بور السودان فتره، مثلا بجي راجع تاني هنا. جزء كبير من المانجمنت تيم بتاعنا بتاع دان جروب مثلا بقى قاعد في دبي مانجينج البزنس من على البعد. فالريموت وركينج بقى حاجه عاديه. احنا مرات تيم واحد بيكون في ناس، يعني احنا اللي انا مثلا في دار عندنا ناس قاعدين في دبي، عندنا ناس في السودان، عندنا ناس في مصر، عندنا ناس في يو كي، عندنا ناس في امريكا، عندنا ناس في كندا، عندنا ناس في حتت مختلفه. في ناس لانه البلد عندنا فيها شغل، وفي ناس لانه بعد الحرب فقدوا بيوتهم في السودان فمشوا رجعوا لمواطنهم الاصليه، او مثلا مشى استقر في قطر، مشى استقر في عمان، مشى استقر في القاهره. فالناس اتشتتت لكن شغاله. فده نوع جديد من الشغل الناس ما كانت متعوده عليه. احنا كنا متعودين داير لك زول ولا داير لك حاجه بتقوم تنجش 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 تمشي له في المكتب تساله، او خلاص كبيرنا زي ما بيقولوا الاجيال الجديده، الناس الهسي ترفع سماعه التليفون، بترسل ايميل، بترسل واتساب. لكن حكايه انه الزول يكون تماما ما قاعد وانت شغال معاه والامور ماشيه، دي الناس ما كانت متعوده عليها. فهسي الواقع فرض كده، فبالتالي دي واحده من النيو ترندز ما بس لينا نحن كسودانيين لكن في الدنيا كلها. داتا دريفن ديسيشن ميكنج طبعا كل القرارات بقت بتتاخذ بسيستمز وبانفورميشن. بقى في الابروتشز بتاعت الحاجات بتاعت البيج داتا، بتاعت الارتفيشال انتليجنس والحاجات دي، بقت يعني داتا دريفن مودلز بتساعد في اخذ القرارات. طبعا السستينابيليتي والسوشيال فاكتورز بقت ماخذه جانب كبير. كميه مثلا لما بنتكلم عن المنظمات، لو اتكلمنا عن اليو ان، الدبليو اف بي، كل المنظمات بتاعت العمل الخيري او العمل الطوعي، دائما السبونسرز اللي هم الجلاب، الناس اللي بيدفعوا لهم القروش او الكاستمرز بتاعينهم، بيكون عندهم السبونسرز عندهم ريكوايرمنتس معينه. الريكوايرمنتس دي قد تكون انفايرمنتال، دارين يحافظوا على البيئه، قد تكون سوشيال، دارين يحافظوا على النسيج المجتمعي، او مرتبطه بالجفرنس، يعني مثلا زول يكون داير الحوكمه او داير الحكم الرشيد. فبيخد عليك فاكتورز معينه او بيخد عليك ريكوايرمنتس معينه في المشروع لازم 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 تقضيها، لو ما قضيتها ما بواصل معك وما بيقبل الاوتكم. الاي اي والاوتوميشن برضه ماشيه في البروجكت مانجمنت زي كل المجالات الثانيه. الاجيليتي اند ادابتابيليتي مهمه جدا،
انه الايقاع بتاع الحياه بقى سريع جدا جدا وبتاع المشاريع، فبالتالي الناس لازم تكون اجايل سريعه وبتعرف تشتغل كيف، وزي ما قلنا بدل تشتغل يعني تشتغل بال ان بيسز، يعني تعرف كيف الريكوايرمنتس دي، ما تجيبها للزول رب كده كلها مره واحده تهجمه، لا تشتغلها حبه حبه وتجيه تشرك معاك الكاستمر اول باول او السبونسر اول باول عشان تضمن انه الاكسبتنس اليوزر اكسبتنس او الكاستمر اكسبتنس يكون عالي. الفوكس اون سوفت سكيلز اللي هي ده الكلام اللي قلته قبل بتاع ماكنزي، البروبلم سولفنج، الكريتيكال ثينكينج، كل الحاجات دي هي مهمه جدا جدا للبروجكت مانجرز كما زي ما هي مهمه في باقي المجالات الثانيه، وعليها فوكس عالي جدا 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 لانه البيئه بقت دايناميك والبيئه بقت متغيره وبيئه سريعه. ده الكلام اللي قلته لكم قبل بتاع الابديتس اللي حصلت في البيم بوك، فلكن البوث بيم بوكس ار فاين وفيهم فاليو. هاويفر الزول لو الليله ماشي يمتحن بيمشي يمتحن ببيم بوك 7 اللي هو بقى فيه حاجه بيتكلم عن حاجه اسمها البيفورمانس دومينز، على 8 بيفورمانس دومينز بيتكلم عنها زي ما قلت بقى التفكير على السوفت سكيلز اكتر او على التيم. واحده من الانتقادات كانت للبروجكت مانجمنت ستاندرد زمان زي ما قلنا انه هو فك اجرائي، فهو بركز على الاجراءات اكثر من الاوتكم بتاع البروجكت، فهو بركز على انه والله انت تعمل اجراءات صح لكن مع ذاك الاوتكم دي تنجح ولا تفشل هو ما عنده شغله بها ولا بقيسها، فاتجه في بيم بوك 7 لانه يمشي تو بي مور فاليو دريفن او اوتكم دريفن. فبيقول لو بتلاحظوا مثلا في نمره 6 بيجي في ديليفر، هاو دو يو ديليفر to meet the expectations بتاعت ال client. 7 ال performance, how do you manage the performance عشان to reach ال customer satisfaction أو ال project success. مثلا ال life cycle, how do you shorten ال life cycle بتاعت ال project. فبقى ال focus على ال outcome, بقى outcome driven أكثر من إنه process driven. لكن أنا شخصيا بنصح إنه الناس يقروا 8 يعملوا الامتحان في 8 لكن يطلعوا على بيم بوك 6 عشان يفهموا البروسيسز او الاجراءات دي تداخلها كيف وارتباطها ببعض كيف والمانجمنت بتاعها بتمكن. لحد هنا انا خلصت سيكشن 2، فلو عندكم اي اسئله ممكن ناخد بريك 10 دقائق. اوكي طيب، هو بيل كان في سؤال كان عن انه احنا كخريجين يعني البرنامج هو مقدم للخريجين بتاعنا اداره الاعمال والاقتصاد، فالناس بتفتكر تمام ان البروجكت مانجمنت او يعني حتى البي ام بي مركزه على حاجات الهندسه اكثر او على حاجات الاي تي اكثر، فالسؤال كان عن انه كيف كخريجين بتاعين اداره اعمال واقتصاد ممكن نستفيد من البي ام بي، واذا نحن مثلا ما عندنا معرفه بالمجالات الثانيه، ما انت كزول بتاع بزنس ما حتقدر تعمل اذا ما حد يدير المشروع بتاع كونستراكشن. يس يعني هو زي ما قلت يعني الليلة المجالات المتخصصة صعب انه الزول يشتغل فيها من غير خبرة تخصصية، يعني انا الليلة لو ما مهندس استحالة امسك مشروع بتاع كونستراكشن ما هقدر، لانه ما عندي الخبرة، لكن الخبرة دي او المعرفة دي ما حاجة الزول بيتعلمها ممكن ياخدها، فبالتالي ممكن بالممارسة. يعني انا بعرف ناس ما مهندسين لكن شطبوا بيوتهم وشطبوا بيوت ناس وكده، وفي مقاولين يعني اللي انا مثلا لو مسكتوا اغلب الميكانيكيه مثلا والناس الماسكين ورش او كده، في ناس بالممارسه ممكن يكون ما كمل تعليمه حتى لكن بالممارسه هو فاهم انه والله الاسمنت بيتخلط كيف، الستاندرز بتاعت الحاجات بتتم كيف، يعني قدر فهمها من واقع الاحتكاك بالمهندسين او بالناس اللي عندهم معرفه وبقى شغال، فما صعب انه انت تشتغل. هاويفر يعني المعرفه المتخصصه مهمه، بعدين في مجالات الليله مثلا انت ما هتلقى اصلا فرصه شغل فيها لو ما عندك التخصص، يعني الليله مثلا لو دار تشتغل سيفل انجينير لو انت مزور ما عندك شهاده بتاعت سيفل انجينيرنج ما هيشغلوك سيفل انجينير، فالا هو تشتغل بطريقه غير رسميه او كده عشان تاخد المهنة. لكن هو ليه احنا نمشي نحصر روحنا في المجال معين ما عندنا فيه تخصصيه اذا باقي المجالات كلها فتحه قدامنا، يعني انت لو ما مهندس بتاع اي تي مثلا فما بتفهم في الكودينج عندك خيارين، يا اما تتعلم الكودينج حتى لو ما تعلمته في اوفيشال استدي يعني عن طريق مثلا جامعه او كده ممكن تتعلمه في كورسات كثيره بتعلم الكودينج، هسه اغلب الناس اللي بيشتغلوا مثلا في السودان بيشتغلوا سوشيال ميديا مثلا مانجرز او بيشتغلوا سوشيال ميديا مثلا كونتنت كرييترز ولا كده،
اخذوها كهوايه وتعلموها من النت وتعلموها من اليوتيوب وتعلموها من كده يعني بالممارسه وشغالين. يعني بعرف ناس كانوا شغالين ماسكين سوشيال ميديا او ديجيتال مثلا او سوشيال شانل مثلا مانجر في شركات كبيره في سي دي سي في دال جروب في اراك، وناس ما عندهم مثلا تخصص يعني ما عندهم شهاده جامعيه في السوشيال ميديا او شهاده جامعيه في الاداره ذاته، ممكن يكون كان طبيب مثلا او كانت طبيبه وتعلمت السوشيال ميديا اوت اوف انترست، خشيت لها كم كورس اونلاين، عملت حضره يوتيوب، بقى عندها النولج، بقى عندها السكيل. فالسكيل هي في النهايه الامبلوير دائما بيفتش على السكيل، ما بيفتش على الورقه. يعني انت ممكن تقعد مع زول خريج جامعي من المجال وما يقنعك في الانترفيو، يعني تحس انه راسه فاضي او ما عنده خلفيه او ما عنده مهارات في المجال، السكيلز ما عنده السكيلز اللي انت دايرها. وبالمقابل تقعد مع زول تاني خلفيته مختلفه تماما وناجح. نحن انا بتذكر في الجراجويت بروجرام بتاعنا، نحن كنا لما نزلنا 2013 نزلنا زي باتش كان فيها 14 نفر، 60% و70% من ال 14 نفر ما كانوا خريجين اداره اساسا، كانوا اطباء، كانوا مهندسين، كانوا صيادله، وعملوا شيفت للمجال يعني خشوا الجراجويت بروجرام، هسي مدراء يعني مدراء في دال وفي حتة تانية وناجحين جدا، برغم انهم ما قروا اداره ولا عندهم خلفيه اداريه. في ناس غيرت يعني، فالتغيير المجال ما صعب لكن بياخذ مجهود، فهو خيار يعني، هو مساله بتاعت انه انا اذا كوميتد للمجال المعين ممكن ان اشتغل واجتهد انه اقرا فيه واهل روحي فيه سواء بمؤهلات رسميه او غير رسميه وبشتغل، واذا داير مجال تاني اسهل واقرب ممكن امشي فيه. اوكي تمام. طيب ممكن نمشي السكشن الثاني. تمام، ناخد بريك 10 دقائق اوكي تمام. اوكي عشان برضه نصلي الصلاة ما صلينا. اوكي تمام. تمام، نرجع و35 إن شاء الله. اوكي تمام.
طيب السلام عليكم مرة ثانية. Can we start يا إحسان؟ ايوه نعم تمام. تمام خلاص أحاول to finish on time إن شاء الله. طيب just a recap of what we said. زي ما قلنا مرينا على الحكاية بتاعت ال prospects بتاعت ال project management، تكلمنا عن سوق العمل شكله عامل كيف، حجم المرتبات المتوقعة، شكل الشهادات المهنية الموجودة من أكبر مؤسسة اللي هي ال PMI. تكلمنا عن وجود برضه بوديز تانية ممكن تقدم شهادات ومسارات مختلفة لكن كلها بتصب في البروجكت مانجمنت. اتكلمنا شوية عن البروجكت مانجمنت والمفاهيم الأساسية وشكل الفريم ورك بتاع البروجكت مانجمنت. آخر حاجة هنتونس شوية عن بعض الأمثلة من الحياة الواقعية، وهحاول إنه أبعد المرة دي شوية من الأمثلة الهندسية وركز على أمثلة في مجالات الإدارة، يعني مثلا من الحاجات اللي اشتغلناها او اللي قابلتنا. طيب بالنسبه للامثله اللي انا اخذتها في البرزنتيشنز وهزيد عليها، اللي هم تو اكزامبلز. الاكزامبل الاول انه زي ما قلنا نحن في دال فود كان عملنا بروجكت مانجمنت ستاندرد. المبادره دي او البروجكت ده كان بروجكت بحد ذاته اتبناه البي ام او البروجكت مانجمنت اوفيس، فكان في مدير بتاع مشاريع بورتفوليو مانجر هو اللي مسك البروجكت بتاع الستاندرد ده فروم اي تو زد، مما حددوا ده كان بروجكت انه والله تو استابليش بروجكت مانجمنت ستاندرد ويزن دالفود. مشوا لقوا فتشوا كم شركه بتاعت كونسلتنسي لحد ما وصلوا للكونسلتنسي المناسبه من بريطانيا يو كي، جابوا الكونسلتنسي قعدت في دال معانا، عملت انترفيوز مع الموظفين، فهموا الكالتشر بتاعت البروجكت مانجمنت عندنا شكلها عامل كيف، قعدوا مع التشيرمان مع مستر اسامه، قعدوا مع مستر ايهاب، قعدوا معانا نحن السينيور مانجرز within the group. وبعدين طلعوا بزي ستاندرد بيزد على برضه البيست براكتس بتاعهم هم، والستاندرد ده بقى هو الستاندرد المفروض يمشي به اي مشروع بتعمل في دالفود، واي بروجكت مانجر المفروض تفيد بالستاندرد ده. مشوا ابعد من كده عملوا سيستم، كان في سيستم اسمه جينيوس بروجكت مانجمنت سيستم. فالجينيوس ده كان هو المسؤول من انه تو مانج الستيجز دي، يعني عشان نضمن انه كل الناس ماشيين بنفس الستاندرد كان لازم يكون في سيستم. السيستم ده فيه مراحل، والمراحل دي تخطط في السيستم وتخطط بالابروفلز وبكل حاجه. فكان اي مدير مشروع عشان يبدا مشروع او مجرد ما المشروع يتصدق لازم يخش السيستم وينزل التفاصيل كلها في السيستم. بعد ذاك السيستم البورتفوليو مانجر او البروجرام مانجر بيكون بيراقب انه والله البروجكت زي هل اتنفذت ولا لا، كل بروجكت هل عدى اتعملت في شكل جيتس او فيزز، كل مرحله في بعدها بوابه. فبتقول والله يا اخي مثلا الشركه حاليا فيها 80 بروجكت شغال، من ال 80 دول في 30 في البوابه الاولى، في 20 في البوابه الثانيه، في 5 في البوابه الثالثه كده. فبتقدر تشوف انه والله المراحل او الكومبليشن بتاع كل مشروع كم، بتقدر تعرف كم مشروع واقف في مرحله التصديق مثلا بتاعت المدير العام، كم مشروع واصل في المرحله بتاعت التخطيط الخطه اجازه الخطه، كم مشروع واقف في الحته بتاعت مثلا التنفيذ في الساين اوف في كده. فده كان مشروع في حد ذاته اتعمل، وده كان شكل الستاندرد اللي اتعمل او البروسيس. يعني انه كان عندنا فور فيزز: بروجكت انيشيشن، بروجكت ديفينيشن، بروجكت بلاننج، بروجكت امبلمنتيشن. وكان في بوابات، البوابه دي كان ما بتقدر تعديها ما لما المدير بتاعك او السبونسر يقرا في السيستم اللي اتعمل فيها شنو لحد الان ويعمل ابروف، بعدين بتقدر تمشي لقدام. فالانيشيشن كان انه ايدنتيفاي النيد، واتعمل زي اكسل شيت اللي هو ده فيه كل التفاصيل بتاع دي. يعني من ما بدينا في الفكره انه والله في حوجه لايديا معينه لمشروع، بس كان المشروع قبل شويه مثلا دايرين نعمل ده الجروب ويب سايت. طيب ده الجروب ويب سايت ده ليه احنا دايرينه؟ والله تو امبروف الديجيتال بريزنس. واي شود وي دو ات؟ والله لانه الديجيتال بريزنس بتاعنا شايفين انه ما مناسب لحجم الشركه. هل ممكن نحل المشكله دي بطريقه ثانيه عشان ما يعني ما نزنق روحنا او ما نحصر روحنا في نمط بتاع تفكير معين؟ كثير مرات الزول بتجي وبيكون عنده مشكله بيفكر في فكره وبيفتكر انه ده الحل الوحيد للمشكله. هاويفر ممكن يكون في حلول ثانيه انت ما شايفها تكون ارخص واقرب واسهل وافضل للمشكله. فهنا بنجبر روحنا انه نفكر في البدائل. فهنا مثلا في السوليوشن البدائل شنو؟ بدل ما انا اعمل ويب سايت ممكن تكون البدائل شنو؟ ممكن والله البدائل انه انا
ابديت الويب سايتس الحاليه، بدل ما انا امشي اعمل ويب سايت جديد، ليه ما اطور او اعمل ابديت للكونتنت او المحتوى الموجود في الموقع الحالي اللي هو كان بيقول انه اوت ديتد مثلا قديم. والله مثلا الحاجه دي ميزتها انه والله ما محتاجه ريسورسز، يعني سريع سريع يومين بنكلم زول بيجهز كونتنت بنراجعه بنرفعه انتهى الموضوع. لكن مشكلته شنو؟ انه does not achieve الاوبجكتيف، لانه الويب سايت القديم مثلا فيه ليميتيشنز معينه. طيب ليه مثلا ما نعمل ريديزاين الجروب سايت مثلا، ونعمل نيو سايت فور دارفود، يعني نفصل الويب سايتس ممكن، ولا نعمل ويب سايت كبير ونعمل الشركات بيجز فيه بكل التفاصيل فيها مثلا. فدي بدائل لحل المشكله، انه احنا دايرين نحسن من الوجود الرقمي بتاعنا. ممكن بتخطى بديل ما مكتوب هنا، ليه ما نعتمد مثلا على السوشيال ميديا؟ احنا قلنا دايرين وجود رقمي، الوجود الرقمي ما بالضروره ويب سايت، ليه ما نركز مثلا في المرحله الاولى على انه نشتغل في السوشيال ميديا؟ ففي جوانب كثيره وحلول كثيره ممكن تكون بديله والناس ممكن تفكر فيها. فبعد ذلك انا بختار الحل الامثل اللي انا شايفه، وبعمل ديسكريبشن للبينيفيتس للادفانتجز للاسامبشنز للكوست للريسكس. فدي كلها الفكره بتاعتها شنو؟ انه نحن نتاكد انه الطريقه اللي بنفكر بها او بنبدا بها المشاريع طريقه ستراكشرد، يعني بننظم الفكره، بنراجع الفكره، بننقح الفكره، تنجى الفكره ذاتها على اساس نصل لها. ما اي زول فكر في فكره لمشروع طوالي جرى مش نفس. فدي الفكره كانت الاولى، ومجرد ما اتعملت الحاجه دي بيرجع ثاني البروجرام مانجر او السبونسر بيراجع وبيمضى. بعدين الخطوه اللي بعدها كان بعد الانيشيشن بيجينا الديفينيشن اللي هي قبل قلنا الشارتر. بعدين بنيجي للبلاننج، البلان بنحدد البلان انه الديليفربل شنو، الريسورس شنو، البلان كوست ستارت ديت اند ديت. بنيجي للامبلمنتيشن بنتكلم عن التعديلات اللي ممكن تحصل، شكل الكوست والبادجت بتاعتها، وحاليا دفعنا كم، متوقع ندفع كم. ايفالويت سكسس، بنيجي في النهايه بنراجع انه المشروع ده هل حقق البنفيتس بتاعته ولا لا. كلوز اوت. فدي زي تمبلت كده كان فيها مجموعه من الشيتس بتساعد الزول في انه يدير المشروع. التشينج ريكويست مثلا، التشينج مانجمنت واحده من اهم الحاجات في المشاريع، انه اي تغيير بيحصل مفروض يكون دوكيومنتد ومفروض يكون اوثرايزد، لانه اي تغيير معناته زي ما قلنا يا قروش يا زمن، فبالتالي ما المفروض الناس تغير سايم الراسه، المفروض اي تغيير حتى لو طلبوا العميل المفروض يتبي دوكيومنتد ويتكتب. طبعا البروجكت مانجمنت فيها كتابه كثيره جدا جدا جدا، يعني انت لو دارت تشتغل بروبر بروجكت مانجمنت هتكتب لما زي ما بقولوا الله يغفر لك، لانه هي كلها بتعتمد على الدوكيومنتيشن، انه انت عشان المشروع ينجح ويقبله الكاستمر لازم تضمن انه والله انت يدوكيمنت كل التفاصيل المرتبطه بالمشروع من البدايه الريكويرمنتس اللي هو طلبه، بعدين البادجت اللي توافق عليها والجدول الزمني الوافق فيه، لو جزات حاجه والله نقص حاجه طوال تعد توري والامباكت شنو ويمضى عليه، على اساس انه بعدين ما يجي يعني السبونسر او الكاستمر يزعل يقول لك يا والله المشروع ده اخذ زمن كثير او مثلا ما حقق النتائج. فهي الفكره كلها كتابه دوكيومنتيشن. نحن بطبيعه الحال كسودانيين يعني ما بحب اعمم، لكن بصوره عامه دي الحاجه الملاحظه، وبنحب الكتابه، يعني بنحب نختصر حاجات ما عندنا طول بال للكتابه الكثيره وللدوكيومنتيشن الكثير، وبنمشي الحاجات كده بالبركه وبالجوديه، يعني حتى على المستوى بتاع الحاجات التفاصيل البسيطه، يعني في الاتفاقات مثلا ما بنكتب عقود وبنمحصها وكده، الاتفاقات كلها بتتم والشغل بيتم بس بالمعرفه وبيد زولي وبيد زولك وبالكلمه يعني. فدي ثقافه محتاجين نغيرها صراحه، يعني محتاجين انه نكون مور ستراكشرد في طريقه تفكيرنا، ونكون دوكيمنت يعني لانه بنصطدم بواقع ثقافات ثانيه او حته ثانيه مختلفه تماما، يعني لا اللي بيطلعوا فيكم يمشوا يشتغلوا في الامارات ولا بيمشوا يشتغلوا في دول الخليج مثلا بيتفاجئوا بالحاجه دي، بانه والله شكل الكتابه وشكل الدوكيومنتيشن وشكل الفورماليتيز في البلد دي مختلفه بصوره كبيره جدا جدا جدا. الواحد لو داري اجر شقه بتعب تعب شديد، لو داري يفتح حساب في البنك بتعب تعب شديد، يعني بتكتبوا كميه بتاعت كتابه وبيطلبوا كميه بتاعت ورق حاجه مهوله. فالعالم كله ماشي كده، ماشي بالدوكيومنتيشن وماشي بالورق الكثير والكتابه الكثيره، ليه؟ عشان يثبتوا الحقوق. فالبروجكت مانجمنت بصوره عامه بتنطوي على الحاجه دي، على كتابه كثيره جدا جدا جدا، كل مرحله من المراحل دي فيها كتابه، الفهم منها انه نضمن انه كل حاجه محسوبه ومجدوله ومتفق عليها.
فدي الفريم ورك العام بصوره عامه. الانيشيشن بيضمن انه والله الفكره هي الفكره الصح، انه فكرنا في البدائل وانه اخترنا المدير الصح للمشروع. الديفينيشن انجيج الستوك هولدرز، بيضمن انه كل الناس اصحاب المصلحه تم ادخالهم في الشان، كتبنا الشارتر، فتحنا العقد او فتحنا المشروع بصوره رسميه، كتبنا كل الحاجات الاساسيه فيه، تاكدنا من انه البنفيتس اللي احنا دايرينها من المشروع في الشركه هتتحقق، كتبناها وكتبنا المؤشرات بتاعت نجاحها. بعدين عشان حتى لو المشروع نجح، لو ما حقق الاهداف بيبقى ما في له لازمه. يعني انا الليله مثلا لو داير اعمل مشروع، يا واحد مثلا من المشاريع اللي اشتغلنا فيها مثلا كان قريب مثلا فيول سيفنج بروجرام، يعني في الشغل بتاع النقل مثلا، النقل في الشاحنات في كده، تكلفة الوقود بتمثل حوالي 50% من 40 ل 50% من تكلفة النقل. فبالتالي أي جنيه بتوفره في الوقود بيوفر كثير جدا 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 في تكلفة الخدمة. فواحدة من مشاكلنا الكبيرة جدا احنا في قطاع النقل الحكاية بتاعت الجاز والحكاية بتاعت إدارة الوقود، لأنه الجاز ده يعني السواقين بيلعبوا بيه ولعب، يعني بيعملوا فيه عمايل، فبتسرق وبتحلب وبتتحرك وبتحصل فيه بلاوي. فنحن البروجكتس يعني كان بنعمل كل فتره وفتره بنعمل بروجكت بتاع ريدكشن عشان نقلل استهلاك الوقود. في بروجكت عملناه كان انه عشان ندخل سيستم بتاع سنسرز عشان نقلل استهلاك الوقود، يعني نكون قارين شايفين قرايه الوقود، فلو السواق في اي وقت وقف حلب التانك شال منه او سرق جاز او كده، نحن بنكون شايفين الحاجه، بيدينا طوالي الارم، بيجيني في التليفون، بيمشي في الايميل، لانه والله العربيه الفلانيه في الزمن الفلاني مثلا الوقود في التانك نقص بنسبه كده، فطوالي بنحاسب السواق. طيب في امثله بتاعت كيسز اللي هي دي مربوطه بالتارجت بينيفيتس دي، انا ممكن اقوم اشتري السيستم وافعله، الغرض شنو من السيستم؟ انه انا داير اقرا الوقود عشان قلنا اعمل سيفنج في الكوست، تكلفه الوقود اقللها، ممكن امشي اجيب السيستم والسيستم يشتغل ويديني القرايه، كده البروجكت نجح اداني قرايه، لكن تكلفه الوقود ما قلت بالعكس زادت، فبالتالي ما حقق البنفيت المرجو منه. فالبنفيت حاجه والبروجكت اوتكم حاجه او اوبجكتيف حاجه. ممكن البروجكت يحقق كل الاوبجكتيفز بتاعته، يخلص اون تايم، يحقق كل الريكويرمنتس، يحقق كل الكوست تو ميت الديدلاين تو ميت الكوست، لكن نتفاجئ بعد سنه بانه البنفيت الاساسيه من اجل اقامه المشروع ما تحققت نسبة لمتغيرات طرأت في البيئة أو لحاجة لخلل في المشروع ذاته. فممكن والله أنا أجيب السيستم والسيستم ينجح ويشتغل وأي حاجة، لكن أتفاجأ لقدام بأنه والله مثلا الموظفين ما شغالين بالسيستم ده، أو الأدوبشن ما ظهرت، أو بيشتغلوا برا السيستم الشغل، أو أتفاجأ بأنه والله القراية بتجي وبتنزل للموظف في مكتبه في الإيميل بتاعه، لكن الموظف ما بياخد قرار، ما بيمشي مثلا بيرفد السواق أو بيحاسب السواق أو بيوقف العربية أو كده. فدي امثله لبروجكتس بتنجح لكن البنفيت ما بتتحقق. ديفلوبر ورك بريك داون ستراكشر اللي هي دي كل الاكتيفيتيز اللي هتحصل في البروجكت، ديفاين الريسورسز، بحدد لكل اكتيفيتي انا محتاج منه، محتاج زمن قدر شنو، محتاج كوست قدر شنو للاكتيفيتي ده. بعد ذاك اي درافت البلان، كده الجيت انتهت الثانيه. بعد ذاك وي درافت البلان، وي اجري الريسورسز، وي ميتيجيت الريسكس، وي فاينلايز البلان، وي كوميونيكيت البلان. فدي كلها مربوطه بانه الخطه، انه انا لو لاحظتوا ثلاثه فيزز كلها عباره عن شنو؟ بلاننج. عشان كده بقول لكم انه جزء كبير من نجاح البروجكت مانجمنت مربوط بالبلاننج، او من زمن اداره المشاريع بتعمل في البلاننج، يعني ممكن ناس شهور تكون قاعده بس شغاله بلاننج عشان تضمن انه والله كل حاجه دوكيومنتد، كل حاجه محسوبه. بعدين الامبلمنتيشن، الناس تخش في مرحله الامبلمنتيشن بتبقى مساله بتاعت بس، يعني زي الزول بيلعب شطرنج، يعني هو لما يكون عارف هيشتغل كيف وخدت خطه واضحه، بتبقى بس مساله بتاعت تحريك قطع وتعامل مع المتغيرات اللي بتطرأ. فدي الفكره العامه بتاعت الستاندرد. في المثال الثاني اللي هو كان الويب سايت مرينا عليه قبل شويه، اللي لو خشيتوا www.talgroup.com هتلقوا الويب سايت ده. الويب سايت ده انا اشتغلته كان از بروجكت، برغم انه انا ما عندي خلفيه بتاعت اي تي، اشتغلته في 2016. طيب هيقولوا لي اشتغلته كيف؟ البروجكت مانجمنت زي ما قلنا قبل ما شغل بتاع نفر واحد، شغل بتاع تيم. فانا كبروجكت مانجر بكون مسؤول من انه اعمل البلاننج، ادير كل الاكتيفيتيز في الزمن الصح، انشور انه والله الاوتكم تتحقق. لكن ما بالضروره
اكون انا بفهم في الاي تي، بيكون عندي ناس في التيم بتاعين ديفلوبرز، ناس بتاعين ويب سايت، ناس بتاعين كونتنت، ناس بتاعين سوشيال ميديا، ودايما بيشتغلوا الشغل الفني. انا بكون قاعد بدير الاكتيفيتيز المختلفه، بتاكد انه كل زول بيعمل شغله، كل ورك باكيت بتخلص في الزمن الصح، بالتفاصيل الصح، بالكواليتي الصح. لو حصل ريسك ممكن اتعامل معه، تو انجيج الستيك هولدرز، مش الف الشركه كلها، اتاكد انه كل الناس الريكوايرمنتس بتاعتهم او تصوراتهم اتاخذت، امشي اقعد مع الكاستمرز افهم انه الكاستمرز صورهم شنو. فكل الجوانب دي بنحاول انه نصل لنتيجه مرضيه لكل الاطراف. فمثلا في البروجكت ده نحن مشينا قعدنا مع كل الشركات بتاعت ده الجروب، عشان لانه كلهم هيكونوا ممثلين في الويب سايت ده، فبالتالي محتاجين نفهم منهم كلهم دايرين يعكسوا شنو. فقعدنا مع مدراء 13 ولا 14 شركه الزمن ذاك، قعدنا مع كاستمرز عشان نفهم الكاستمرز لما يخش الويب سايت بيكون داري يفهم شنو، قعدنا مع ناس في الحكومه عشان نفهم هم لما يخشوا الويب سايت بيكونوا داري يشوفوا شنو، قعدنا مع ناس في ان جي اوز نفهم عشان هم لما يخشوا الويب سايت بيكونوا داري شنو. وي كولكتد كل الريكويرمنتس من الناس دي، قعدنا مع ناس الاي تي عشان نعرف انه الويب سايت ذاته هم تصورهم له شنو، ومتطلباتهم شنو، وشنو شكل السيستم اللي بيشتغل في الانفراستراكشر بتاعته، عشان ما نمشي نجيب سيستم ونتفاجئ بانه والله السيستم ده يقول لك والله مثلا فيه سكيورتي ريسك ما هنشغله لك، او مثلا الكودينج بتاعه ادفانسد مثلا ما بيشتغل في السيستم بتاعنا وفي الانفراستراكشر بتاعتنا. فدي كلها جوانب الزول لو غفل منها من البدايه ممكن يجي يتفاجئ، يعني بعد ما يبذل مجهود ويقطع شوط في المشروع يجي يتفاجئ بانه والله في بوتل نيك كبيره او تشالنج كبير يوقف الشغل. فمشينا لفينا وكولكتد الريكوايرمنتس، بعد ذاك اخترت التيم، كان فيه ناس من اللايتي، كان فيه ناس من الماركتينج، كان فيه ناس من الديجيتال السوشيال ميديا والمارك ديجيتال ماركتينج، وابتدينا نشتغل. يعني ابتدينا نشتغل تو كولكت ريكوايرمنتس تو ديفلوب، الشغل كان ماشي في كم ستريم لحد ما وصلنا للنتيجه النهائيه، وبعد ذاك عملنا له فورمال لونش جوه الشركه وبره الشركه وقفلنا المشروع. في مثال تاني لبروجكت اشتغلته كان في فتره لما كنت ماسك مدير عمليات البيع في كوكاكولا اللي هو الديستريبيوشن، كان عملنا ريفامب للديستريبيوشن نتورك بتاعتنا. فكان الغرض شايفين انه نحن تكلفه التوزيع بتاعت المنتجات بتاعتنا عاليه جدا، فكاننا بنفكر في انه كيف نقلل التكلفه دي. فكان الفكره انه والله نعمل بروجكت عشان نقلل التكلفه بتاعت التوزيع. والزمن ده كان شراكه مع كوكاكولا العالميه، كان عندهم سيستم معين، فالسيستم ده لما تلم شبكه التوزيع بتاعتك كل الدكاكين اللي في السودان، كانت طبعا ماب عندنا مسجله في سيستم، فكل الدكاكين، كل السوبر ماركتات، كل المطاعم اللي بنتعامل معاها بنوزع لها المنتجات بتاع كوكاكولا، كل الفنادق، كل المؤسسات الحكوميه والخاصه والعامه، كلها عندنا لها مواقع في الجي بي اس. فالمواقع دي بتنزلها في سيستم معين جايبينه ناس كوكاكولا، لما تنزل المواقع دي كلها في وبالحجم الفوليوم في السيستم ده، بيوريك وين المفروض المصانع بتاعتك او مراكز التوزيع بتاعتك تكون بالضبط، على اساس انه تحقق احسن كوست، احسن يعني كوست افشنسي، انه والله نقدر نوزع منتجاتنا باقل تكلفه. فده برضو واحد كان من المشاريع اللي اشتغلنا فيه، وكان فيري انترستينج بروجكت، وللاسف ما مشى لقدام لانه كان في تشالنجز مرتبطه الزمن ذاك بالمقاطعه وما المقاطعه وكده. فحصل تشينج برضو في المانجمنت بتاعت كوكا كولا ذاته، حصل فيها تغيير في الريجون، فاضطرينا نوقفه، لكن عم واصلنا فيه بعد ذاك بصوره مختلفه، يعني برانا من غير السيستم بتاعهم ده، واشتغلنا وعملنا كم مركز بتاع توزيع، وجينا وعدلنا في الشبكه بتاعت التوزيع بتاعتنا، دائما بنقفل تكون قفلنا وكلا فتحنا وكلا جداد، عملنا وكلا فرعيين كده. فده واحد من المشاريع. في الجانب بتاع في مشروع برضو كان اشتغلته قبل سنتين او ثلاثه سنه، كان الويد ترانسبورتيشن بروجكت، يعني كان احنا في سيجا مثلا بنرحل ما يغارب 100,000 طن في الشهر من بورسودان للخرطوم معبره دقمه للدقيق بتاع العيش. فكانت الفكره الاساسيه انه نحن كان في مجموعه من الشركات النقل، يعني كان في جوطه كده في الحكايه بتاعت برضه النتورك بتاعت الترانسبورتيشن دي، يعني كان في زي السبعه ولا ثمانيه شركات، السبعه ولا ثمانيه شركات باسطول كبير جدا جدا شغالين بيرحلوا بس قمح.
فالسيستم كان اوفرلودد، فكان كميه العربات الموجوده اكثر من الحاجه اللي بيتحملها السيستم، يعني الطاقه بتاعت اللودينج في بورسودان شحن العربات، والطاقه بتاعت التفضيه بتاعت العربات في الخرطوم وفي عطبرة. فكانت الفكره انه تو ريتش الاوبتيمم ميكس، على اساس انه نحن نضمن انه والله ما في عطله بتاعت عربات، السواقين ما يتضجر، وكان السواقين بيجوا بيقفوا قدام المطحن اسبوع 10 يوم عشان الواحد يفضي ويرجع، والشركات زعلانه وجايطه والسواقين زعلانين وجايطين، ونحن ده ذاتنا عندنا مشاكل في القمح بيقطع وكده. فكانت الفكره بتاعت البروجكت انه نحن نصل للبيس ميكس، والحمد لله وصلنا للبيس ميكس. في النهايه قللنا عدد الشركات الشغاله في النقل، ركزنا على البيست، عملنا اناليسيس، شفنا احسن شركات من ناحيه امكانيات، من ناحيه بتاعت التزام، مسكناهم الشغل بتاع القمح ده، اسسنا الشركه بتاعت نقل جوه الشركه اللي هي دي الشركه اللي انا الليله ماسكه، على اساس انه تمسك جزء كبير من شغل النقل ده برضه، لانه في النهايه دي سلعه استراتيجيه، فنحن دايرين نضمن انه بننقلها بعرباتنا او بالاسطول الخاص بينا، لان لو لا قدر الله حصل اي حاجه، لو شركات النقل دي زي ما حصل هسه في السودان مثلا، حصلت حرب، فقدت اسطولها، قررت تطلع برا السودان، احنا ما هنقدر ننقل ولا قمحه، فهنخش في مشكله كبيره جدا جدا، والسودان هيحصل فيه ازمه بتاعت عيش وفرن وافران وكده. فكان مهم جدا جدا انه تو سكيور السبلاي تشين بتاعتنا، وعملنا كده بانه اهو اشتغلنا مجموعه من الانيشيتيفز، او كان بروجكت فيه وكان فيز انتهينا منها، والحمد لله حققنا نتائج كويسه، يعني بالنهايه رفعنا الكفاءه بتاعت النقل، الشركات الشغاله في المجال بقت ربحانه ومبسوطه، بقت ما بتطالب بزيادات، كان زمان كل شهر بيجوا بيطلبوا زياده سعر لانهم خسرانين وواقفين الشهر كله، فحققت نتائج كويسه. فالداير اقول انه في بروجكتس كثيره، يعني في انواع كثيره من البروجكت سوفت ممكن نتونس لحد بكره ما هتخلص، لكن هي الفكره العامه انه كل مجال عنده خصوصيته وعنده طبيعه بروجكتس معينه، فيه في بروجكتس زي ما قلنا عندها هارد اوت كم حاجه انت بتلمسها وبتشوفها وكده، وفي بروجكتس هي النتيجه بتاعتها ممكن تكون يا اما تحسين في خدمه او تحسين في اجراء او تحسين في تقليل التكلفه او كده، فدي انت ما بتشوف حاجه ملموسه بتلمسها، لكن لو قريب من مجال معين بتلقى انه والله فعلا من التقارير الحاجه اتحسنت، يعني مثلا زي ما قلنا هسه تكلفه النقل كانت عندنا الرقم الفلاني، لما عملنا المشروع ده نتيجه المشروع ده كان انه الرقم اتقسم النص، او مثلا كان عندنا مشكله في شبكه التوزيع ما قادرين نوزع منتجاتنا، مثلا كان عندنا اكسبايري او كان عندنا مشاكل في التوزيع، لما عملنا مشروع بتاع مثلا ريديستريبيوشن نتورك ريديزاين النتيجه كانت والله انه مثلا بيتر كاستمر ساتسفاكشن، قدرنا انه نقلل مثلا الرواجع في المنتجات، قدرنا مثلا يعني نعمل حاجات جديده ما كنا قادرين نعملها، او قللنا تكاليف او اضفنا فاليو. ففي امثله كثيره جدا جدا، والامثله بتختلف يعني كله على حسب المجال وعلى حسب المؤسسه وعلى حسب الديسيبلين اللي شغال فيه. انا لحد هنا افتكر الساعه 11 جات، فهاقف، لو في اي زول عنده سؤال I'm happy to answer, otherwise we can close. اتمنى انه السيشن تكون كانت خفيفه ومفيده بالنسبه لكم. شكرا لك كثير استاذ ايمن، يعني على الانسايتس، الشرح الجميل والامثله الاجمل، يعني واللي بتوضح للناس انه يعني كيف المخرجين البزنس والاقتصاد ممكن يكون هم يشتغلوا في المجال بتاع اداره المشاريع. شباب لو عندكم اسئله ممكن تكتبوها في الشات بوكس عشان نقدر طيب. طيب في سؤال، شايف شهادة إدارة المشاريع من جوجل هل هي مفيدة؟ ممكن تضيف من أخونا محمد خير الله. أنا بقول لك أي شهادة ممكن تضيف طبعا، يعني الناس دايما ما تركز على الفاليو بتاعت إنه والله تخم شهادات عشان توديها للإمبلوير أو تكشر بها في الانترفيو، الناس تخم شهادات عشان تطور من معرفتها، وحتى الزول بعد ما يعمل البي ام بي ما يقف على كده، يعني يتأكد إنه دايما ماشي إما بيعمل شهادات تانية تدعمها، أو حتى في البي ام بي ذاتها عشان يكون ابديتد لازم يكون سنويا بيطلع على الحاجات الجديدة شنو في المجال، عشان ما يبقى يعني زي ما بيقولوا بر الشبكة، يعني لازم الزول يكون مواكب. فالمواكبة مهمة في سواء في نفس الشهادة أو الزول عمل شهادة معينة،
حتى البي ام بي بالمناسبه والبي ام اي اغلب البوديز اللي بتدي شهادات دي بتلزمك بفتره بتاع التجديد. يعني البي ام بي بتتجدد كله تقريبا 3 سنوات. خلال ال3 سنوات دي انت بيطلبوا منك انه تعمل ابديت للنوليدج والسكيلز بتاعتك في تراينجل كده معين، ليدرشيب مع عارف الفانكشنال كابابيلتيز. ففي زي 3 مجالات كده بيقولوا لك لازم تكون حضرت فيهم عدد معين من الساعات بتاعت الليرنينج في ال3 سنة دي، وكل كورس بتخش ولا حاجة بتقرأ ولا شغل بتشتغله ولا مساهمة بتساهمة بتخش الويب سايت بتاعهم بتسجلها بتتحسب لك ساعات. فلما تكمل الساعات المطلوبة كده بعد 3 سنة ممكن تدفع رسوم تجدد الشهادة. الغرض من الحاجة دي بيعملوها حاجتين طبعا، لأنهم خواجات بيكونوا دارين يخموا قروش فيستفيدوا منك أطول زمن ممكن، يعني بيكونوا كل 3 سنة هم دفعت حق الشهادة، لكن كل 3 سنة هيدفعوك حق شهادة أو جزء من ثمن الشهادة ده عشان يقول لك نجدد لك. فهم بيكونوا بالنسبة لهم بيزنس الموضوع ده. الحاجة الثانية عشان يضمنوا إنه الناس أبديتد، يعني تكون متابعة عشان زول ما يجي يعمل البي ام بي سنة 2013 ويقعد لحد 2050 تاني ما يقرأ له سطر في البروجكت مانجمنت ويمشي الشركات يقول أنا سيرتيفايد بروجكت مانجر. فالفكرة إنه لازم الزول دائما يعمل يكون ابديتد ويقرأ في المجال ويطور من معرفته ويكون مواكب على أساس إنه يعني الحاجات دي بتتغير عشان يقدر يقول بحقه حقيقي إنه هو يعني هو سيرتيفايد وهو فاهم في البروجكت مانجمنت. وانا بشوف الشهاده ما كل حاجه، يعني دائما المهم هو النولج. يعني الشهاده ذاتها لو الزول قدر في الانترفيو يقنع الناس او يقنع او في المؤسسه ذاتها بشغله بتفاصيله بانضباطه، يقنع الاداره ويقنع الناس اللي معه انه هو زول كيبل وزول عنده مهارات وزول، افتكر ده اغيب من اي شهاده. ف ف ف ف اي شهاده هي ممكن تضيف رجوعا للسؤال، سواء من جوجل او من غيرها. حاجات جوجل دي بيعملوها دائما هم بيفكروا انه يعملوها، يعني بتكون دائما انتري ليفل او انترودكتوري سيرتيفيكتس او يعني زي ما بقولوا كبسولات كده، بتكون كبسولات في حاجات معينه كيف هاو تو كود مثلا، هاو تو بروجكت مانجمنت. او فهي ممكن تكون يعني متخصصه شويه، ممكن تكون شغاله يعني زي ما قلت في شركات عندها ستاندرز حقتها، فممكن يكون مثلا شهاده اداره المشاريع بتاعت جوجل دي بتشرح الستاندرد بتاعهم هم او فلسفتهم هم في اداره المشاريع في شركتهم، ما بالضروره تكون حاجه عالميه يعني او حاجه متبعه في الشركه، وممكن تكون شرح للحاجه بتاعت البي ام. فبالتالي ما بتضر يعني في النهايه، اي معرفه مفيده واي فرصه الزول بيلقاها عشان يطور من مهاراته ومن معرفته انا افتكر الزول يعملها. طيب في سؤال فكرة لكن هو بره موضوع بتكلم عنه ماجستير ريادة الأعمال، كيف ممكن تستفيد منه وعلاقته بإدارة المشاريع؟ والله ما عنده أي علاقة لا من قريب لا من بعيد، لكن بس انترست هو يعني حتى أنا زي ما قلت لكم قبل، يعني هو الماجستير ده هو حاجة أكاديمية ما بالضرورة ينفعك في شغلك، لكن هو مرتبط بالاهتمام. فأنا عندي اهتمام بموضوع ريادة الأعمال فقررت أنه أعمل ماجستير في ريادة الأعمال عشان أتعلم فيه زيادة وأقرأ فيه زيادة وكده، وعندي يعني رغبة في أنه أساهم في المجال ده. فده كان التريجر اللي خلاني أقرأ. ممكن تقول عنده علاقة بإدارة المشاريع أنه في النهاية الشركة يعني الشركة الناشئة أو الستارت اب هي عبارة عن حاجة أنت بتخلقها من العدم، أو البرودكت مانجمنت. يعني انت ممكن الليله شركتك تكون قايمه على تقديم منتج او خدمه، فالليله ممكن يكون عندي فكره بتاعت خدمه او منتج معين ما موجوده، فانا لما اقوم اعمل 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 ستارت اب كده خلقت حاجه من العدم. فممكن اتعامل مع تاسيس الستارت اب دي كبروجكت مشروع، ممكن اتعامل مع اي منتج جديد انا بقدمه في الستارت اب دي او خدمه جديده انا بقدمها كبروجكت، ممكن اتعامل مع مثلا اول 100 كاستمر انا بتحصل عليهم في شركتي الجديده دي كبروجكت، ممكن اعمل مثلا يعني اي جانب من جوانب الستارت اب، ممكن يكون بروجكت في حد ذاته او ممكن يكون مجموعه من البروجكتس المترابطه. فالبروجكت مانجمنت انا قلت لك يعني هي ممكن تكون غير انها هي مجال وفيه تخصصيته وكده، هي مهاره. انا افتكر ان المهاره دي مطلوبه، يعني مطلوبه في سوق العمل
ومطلوبة لأي زول، يعني أي زول مفروض يتعلمه ومفروض يكون بيعرف إنه كيف يدير مشاريع، بغض النظر عن إنه هل ماشي داير يتخصص ويمشي في مجال إدارة المشاريع تحديدا ولا داير يشتغل في أي حاجة تانية. فهي مهارة بتفيد كثير في الحياة العامة. إيه شباب، إذا ما في أسئلة تانية طيب. طيب، كنت بسأل عن الإكسل شيت أو الشيت بتاع التوظيف. للأسف للأسف الإكسل شيت ده هو internal information، يعني ملكية معرفية وملكية فكرية خاصة بالشركة، فما هقدر أشاركه، لكن في تمبلتس كثيرة جدا جدا بتلقوها أونلاين. وأنا ممكن برضو كان أتذكر لما عملت الكورس في مايلستون كان ادونا برضو زي فولدر كده فيه كمية من التمبلتس بتاعت البروجكت مانجمنت، فأنا ممكن أقوم أرسلها لإحسان وتقوم ترفع لكم لو في جوجل درايف أو كده، فما في اوكي مشكلة. لكن عموما موجودة، يعني الحاجات دي متوفرة بصورة عامة، ولو عملتوا اشتراك في عملتوا ممبرشيب في البي ام اي برضه بيدوكم اكسس لريسورس داتابيس فيها مجموعة من التمبلتس والتولز والكتب والحاجات كثيرة جدا جدا فري، يعني من ضمن الاشتراك. طيب شنو المهارات المفروض تكون عندك عشان تحدد مجال إدارة المشاريع مناسبة معاك ولا لا؟ طيب المهارات، أول حاجة الكوميونيكيشن، يعني مدى إدارة المشاريع مجال مربوط بالكوميونيكيشن كثير جدا جدا، وبالمهارات الانتربيرسونال سكيلز اللي هي المهارات التواصلية وكده، فضروري جدا إنه مدير المشاريع يكون زول يعني بيفهم في الكوميونيكيشن وبيعرف هاو تو كوميونيكيت، فيربال كوميونيكيشن، ريتن كوميونيكيشن، دايركت كوميونيكيشن، ان دايركت كوميونيكيشن، بيعرف كيف تو انجيج الناس، لانه في النهايه بتبدا من فكره من العدم زي ما قلنا، بتبدا من فكره من العدم وبتسوقوا الناس عشان تصلوا لاوتكم معين، فعشان تقدر تسوقوا معاكم الناس دي كلهم للاوتكم ده، سواء الناس دي كانوا تيم ممبرز معاكم في التيم تحت ادارتكم ولا كانوا ادارات تانية في الشركة أو في المؤسسة مفروض تتعاملوا معاه تقدموا لها حاجة أو تقدم لكم حاجة، أو سواء كان في مدراء كبار لازم زي ما بيقولوا تقنعوهم بالفكرة دي أو بالمشروع ده عشان يدعموه، أو مالك شركة عشان يموله، أو جهات حكومية عشان ما تعاكسك، أو زي ما قلنا مجتمع محلي عشان ما يرفض البروجكت. فالكوميونيكيشن مهم جدا جدا، الانتربيرسونال سكيلز مهمه والليدرشيب سكيلز مهمه، البلاننج والاورجنايزنج مهم جدا جدا جدا، لانه قلنا في النهايه البروجكت مانجمنت هو مجموعه من الانشطه، الاف البروسيسز والناس والحاجات اللي بتكون شغاله في زمن واحد، فبيبقى الفن وبيبقى المهاره في انه يقدر يدير كل الانشطه دي مع بعض من غير ما يحصل كلاش، من غير ما يحصل تضارب، من غير ما تحصل مشكله، ويقدر يحقق اهداف المشروع من غير ما يتجاوز البادجيت او من غير ما يتجاوز الكوست السكيدجول او الزمن، واذا حصلت اي زياده تكون زياده مدروسه ومفهومه وكده. فالحكايه بتاعت التخطيط والتنظيم دي مهمه جدا جدا بالنسبه للمدير المشاريع. وبعد ذاك المهارات العامه يعني الكريتيكال ثينكينج، البروبلم سولفينج، الاستراتيجيك ثينكينج، دي كلها حاجات بتنفع الزول في المجال بتاع إدارة المشاريع. مدى مساهمة أسلوب إدارة المشاريع في حل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في السودان مثل مشكلة تكوين اللجان المضيئة للوقت والجهد والموارد؟ فعلا هو طبعا بيحل مشاكل كثيرة جدا جدا، بس محتاج إدارة واعية، يعني جزء كبير من المشاريع بتفشل لأنه برضو ما في سبونسر، ما في دعم من الإدارة العليا ومن الـ من الـ من الـ من الرعاة، فلازم يكون في رعاة جادين عشان المشاريع دي تنجح، لأنه في النهاية المشروع محتاج ميزانية، محتاج زول قوي يدفره زي ما بيقولوا، لو ظهرت مشكلة يقدر يساعد فيها، فدائما البروجكت سبونسر مهم، يعني بقدر أهمية مدير المشروع بتيجي أهمية السبونسر، السبونسر ده اللي هو الراعي، راعي المشروع، عشان كده دائما بيقول لك مثلا برعاية مشروع شنو ما عارف مثلا تأسيس شنو برعاية مثلا
الشيخ منو بين منو، خلاص حاجة برعاية محمد بن سلمان ولا مثلا الشيخ محمد بن راشد اوتوماتيكلي بتقوم، لانه خلاص اذا مجرد ما قلت السبونسر هو محمد بن راشد معناه اوتوماتيكلي في دعم حكومي كبير جاك، في دعم بتاع بادجت كبير، فدائما السبونسر هو بيلعب دور انتجرال او فايتال في نجاح المشروع. لما السبونسر يكون داعم والسبونسر يكون فاهم والسبونسر يكون سبورتيف. الجانب الثاني طبعا مدير المشروع ذاته بيكون مدير فاهم وسكيلد وقادر يتعامل مع المشروع بصوره كويسه وابلاينج البروبر نوليدج اند براكتس للاداره بتاعت المشاريع. في السودان اللجان دي بتتكون بس كنوع من العاده، يعني هو الاولد سكول براكتس اللي تعودوا عليه والناس، انه والله في مشكله معينه فبقوم بياسسوا لها، وهي بعينوا لها كنوع من طبعا اللجان عندها مخصصات في الحكومه، وهم بعينوا لها كنوع من المخصصات الاضافيه، فدائما الموظفين في الحكومه بكون عندهم اهتمام للاسف انه يخشوا اللجان ما بس لتحقيق الاهداف المرجوه لكن للاستفاده من المخصصات المرتبطه باللجان. فلكن هي في النهايه اللجان هي ما اليه اداريه، لو كانت جاده المؤسسه كانت جاده واللجنه ذات الزول اللي كونها كان جادي وفي محاسبه وفي مسؤوليه هي ناجحه جدا وبتحقق الهدف المرجو. لكن لما تبقى بس لجنه وما في زول بيسال عملت شنو ولا سوت شنو ولا وصلت وين ولا كده، ما في محاسبه الاكاونتبيليتي. يعني مشكلتنا في السودان بصفه كبيره هي الاكاونتبيليتي، ما في اكاونتبيليتي، ما في زول بيسال، ما في زول بيحاسب من الرئيس او من المدير للغفير. فدائما بتلقوا المؤسسات اللي ما فيها اكاونتبيليتي بتكون مؤسسات فاشله وبتكون مؤسسات ما فيها اي نوع من الانضباط ولا الاهداف اللي تتحقق، يعني لا الاهداف المرتبطه بالكوست ولا الزمن ولا بالسكوب. فالانضباط مهم والاكاونتبيليتي مهم. اوكي تمام. طيب ما افتكر في اسئله ثانيه. افتكر عندك اي اضافه ثانيه زينب؟ لا أفتكر I'm fine، يعني unless لو في سؤال okay I'm fine. شكرا. طيب شكرا لك كثير على المحاضرة، زي ما قلنا هي كانت مليانة بالمعلومات المهمة والأمثلة الكثيرة العملية، والشباب يعني أكيد حيكونوا استفادوا منها جدا. بالنسبة لل التمبلتس اللي أنت قلت عليها ممكن تشيرها معانا ونحن نشيرها مع الشباب، و تذكر إذا في أي لينك أو يعني حاجات ممكن سورسز تستفيدوا منها، مصادر تستفيدوا منها برضو ممكن نشيرها معاهم. وشكرا لكم كلكم، فتصبحوا على خير. شكرا. شكرا لكم، وسعيد اللي انا بالتواصل معاكم، وانه كنت اتمنى انه كنت خفيف وقدرت اضيف لكم حاجة. شكرا. شكرا.